تمام، تمام، بدأ خلاص. طيب بيبدأ بدأ. اوكي، تمام تمام. نتكلم النهارده عن الانتر كونكتس، والانتر كونكتس بالمعنى يعني هي التوصيلات او الوصلات اللي ما بين الترانزستورز والجيتس وبعضيها يعني. فاحنا بنتكلم على انتجريتد ديجيتال سيركتس، وبالتالي بيبقى فيه وايرز واصله ما بين الترانزستور والتاني، وايرز ما بين الانفرتر والتاني، ما بين الجيت والتاني. دي بتأثر على البرفورمانس بتاعت الدوائر بتاعتنا، وبالتالي عايزين ندرسها ونشوف التأثير هيبقى عامل ازاي. فالانتر كونكت ده بيبقى له كاباسيتنس، بيزود كاباسيتنس على الدائرة بتاعتنا، بيزود ريزيستنس على الدائرة بتاعتنا. عايزين ندرسهم وبعد كده نشوف ازاي نعمل لهم موديلنج بحيث ان احنا نقدر نستخدمهم في المعادلات بتاعتنا يعني. طيب الفكرة الأساسية، أدي عندي انفرتر أهو. الانفرتر الأولاني ده دايما هيبقى عندنا اسمه دلوقتي في المحاضرة دي هنبقى اسمه درايفر، والانفرتر التاني هيبقى اسمه اللود. أوكي، وبالتالي الدرايفر ده ليه السيلف لودنج كاباسيتنس اللي كان بتعمل لودنج على الانفرتر الأولاني من الأول، والراجل ده هيبقى له انبوت كاباسيتنس اللي هي بتمثل اللود القديم للانفرتر الأولاني. انتوا لو فاكرين كان عندنا الانفرتر الأولاني لودد بالانفرتر التاني، وكنا بناخد ده كسي ال. المرة دي بس هنسميه سي ان اللي هو الانبوت بتاع الايه، بتاع السكند ستيج، والسي سيلف دي اللي هي اللود بتاعت الفيرست ستيج. كنا زمان معتبرين ان ده واصل بده على طول، فكنا بناخد الكاباستور ده بلس الكاباستور ده باعتبار انها نود واحدة. دلوقتي احنا عايزين ناخد في اعتبارنا الانتر كونكت ده، زي ما قلنا في اعتقد في اول محاضرة او حاجة، ان الانتر كونكت دي كانت زمان مهملة في التكنولوجيز القديمة لما كانت الدايمنشنز بتاعتنا كبيرة مقارنة بالوصلات. لكن دلوقتي الانفرترز بقت صغيره والوصلات تقريبا نفس الدايمنشنز، وبالتالي بقى عندنا الايه الكاباسيتنس والريزيستنس بتاعت الانتر كونكت كانوت بي نيجلكتد، ما نقدرش نهملها، وبالتالي وي هاف تو نعمل لها موديلنج ونشوف هتاثر علينا ازاي في الديلي بتاع الايه الدرايفر بتاعنا او الانفرتر الاولاني. طيب ده شكل اللاي اوت اللي كنا بصينا عليه مع بعض للانفرتر. ده كده الانفرتر الاولاني وده الانفرتر الثاني. زي ما انتم شايفين كده في واير طويل ماشي ما بين الراجل ده، ما بين الانفرتر ده وبين الانفرتر ده، بيكون على السيليكون، على الويفر بتاعتنا بيكون في وصله كبيره من الكابر او من الالومنيوم. وبالتالي الوصله دي الدايمنشنز بتاعتها زي ما انتم شايفين كده مش مهمله بالنسبه للراجل ده ومش مهمله بالنسبه للراجل ده. انتر كونكت او ميتال ماشي وفي تحتيه سيمي كوندكتور، يبقى اكيد هيبقى له ايكويفالنت كاباسيتنس وايكويفالنت ريزيستنس هتاثر علينا في الديلي بتاعه. اي سؤال لغايه دلوقتي؟ اه معلش يا دكتور، هو ليه واير يعني يعمل كاباستنس؟ يعني احنا كنا بنعمل الوايرز مثلا لو كنا في كورسات فيزيكس او حاجة قبل كده، لو هي بنقول بيبقى ليها ريزيستنس، بس ليه واير يبقى له كاباستنس يعني؟ يعني I would say ان انت الواير اللي انت كنت بتتكلم عليه ده كان بيبقى الواير الكوتد، السلك اللي بنستخدمه في الدوائر ده بيكون كوتد واير صح؟ يعني حتة ميتال متغطية ببلاستيك، فمفيش كاباستنس لأي حاجة تانية. لكن احنا هنا عندنا الواير ده عبارة عن زي ما اتفقنا ألومنيوم أو كوبر ماشي، وتحتيه أوكسايد أو انسيليتر، وتحت فيه السبستريت اللي هو السيليكون بتاعنا، فبيعمل بارال بليت كاباستور ما بين الميتال وبين الاوكسايد اللي تحتيه وما بين السيمي كوندكتور اللي تحت خالص، وبالتالي في ايكويفالنت كاباسيتنس يعني. مفيش شيلدنج يعني يمنع الكاباسيتنس اللي موجود زي ما موجود في السلوك اللي في العالم الخارجي يعني. أنا دكتور شكرا. طيب طبعا بيكون عندنا اكتر من واير كمان بالشكل ده ماشيين جنب بعض. لو عندنا 3 انفرترز مثلا بيوصلوا لاربعه انفرترز تانيين وراهم بالشكل ده، هيبقى في الحاله دي عندنا كاباسيتنس ما بين كل واير والتاني، كاباسيتنس ما بين كل واير والجراوند، وهكذا. ده كله لازم ناخده في اعتبار ان احنا بيكون عندنا كاباسيتنس للجراوند وكاباسيتنس كمان ما بين كل ايه، ما بين كل واير واللي جنبه يعني. ده هنسميه مع بعض انتر واير كاباسيتنس، وده هنسميه الايه اللودنج كاباسيتنس او البارالل بليت كاباسيتنس او وات ايفر يعني. في عندنا كاباسيتنس ما بين كل واير للجراوند وكاباسيتنس ما بين كل واير والواير اللي جنبه. دكتور، اتفضل. ال two inverters او two اللي هما
تو انفرترز يعني، ايون اللي هم دول اللي في النص، مش المفروض يعملوا كاباستنس ما بين التوورز دول؟ يعني احنا بنفترض ان الفولت هنا يكون هو الفولت هنا، الا لو كانت المسافه دي طويله يعني قوي، الحاله دي ساعتها الكاباسنس ما بين التو وايرز دول هيبقى كانه مش موجود. نجلكتد. تمام نجلكتد. مش نجلكتد، هي الفكره ان الفولتج اللي بيتغير فوق زي التغير اللي تحت، وبالتالي ما فيش كاباسنس هنا. انت عشان تبقى في كاباسنس لازم يكون في فرق فولتج يعني. تمام يا دكتور. طبعا ده لو كنا واخدين في اعتبارنا ريزيستنس بس، واخدين في اعتبارنا كاباسيتنس بس، لكن لو واخدين في اعتبارنا بقى الار والال والسي، فواقع الامر ان كل واير من دول should be modeled by an ار ال سي زي ما انتم شايفين كده، ويبقى المعادله بتاعتنا مكلكعه قوي زي ما انتم شايفين كده. يبقى النتورك بتاعتنا تبقى مكلكعه، والمفروض ان احنا لو عايزين نعمل اكزاكت اناليسيس لازم ناخد في اعتبارنا كل الكومبوننتس دي علشان نشوف الدنيا عامله ازاي يعني. Luckily ان في معظم الابلكيشن هنلاقي ان الاندكتور كان بي نيجلكتد، وان الريزيستنس ساعات بتبقى صغيره، فبنشتغل بالكاباسيتنس بس فور هاند اناليسيز يعني. بس لو انت فعلا it is a must ان انت تشوف exactly ايه اللي بيحصل في النتورك، زي ما انت شايفين بتاعت الانتر كونكت بتكون مكلكعه بالشكل ده، فيها ارز وفيها الز وفيها سيز. اوكي يا دكتور اتفضل. هو معلش انا اسف يعني، هو الكاباستور ده بيعمل ايه؟ معلش الكاباستور اللي هو ما بين كل انفرتر والتاني، ما بين او من بين الجراوند وال دي. هنا يعني هنا الكاباستور ده بيعمل ايه؟ عندك الومنيوم وفي النص فيه انسيليتر، وبعد كده الومنيوم تاني، يبقى في كاباستور بارال بليت ما بينهم وبين بعضهم. بعد كده ليه بقى؟ ليه في كاباستور؟ ليه؟ ما عشان ميتال انسيليتر ميتال يعمل لك كاباستور، بارازيت الكاباستور غصب عننا جه. تمام تمام واللي تو جراوند عشان ميتال، وتحتيه سيمي كوندكتور، وفي الاخر في قصدي تحتيه انسيليتر، وبعد كده تحت في سيمي كوندكتور، فبرضه يعمل كانه بارل بليت كاباستور زيه زي الجيت كاباستنس بتاعت الترانزستور، بس هنا الاوكسايد هيبقى تخين، فالكاباستنس هيكون صغير شويه مقارنه بالكاباستنس بتاعت الايه الترانزستور يعني. طب الاندكشن جايه منين؟ الايه معلش؟ الاندكشن ال اي واير طويل في الدنيا بيبقى له ايكوفالنت اندكتنس. ماشي طالما عندك واير طويل. معلومه جديده شويه بس تمام. ما سمعتش معلش. بقول لحضرتك ان المعلومه جديده، مش يعني مش ما كناش عارفينها قبل كده. اوكي ماشي. هو ان جنرال اي واير بيكون فيه اندكت، او اي حاجه فيها كاباسيتنس في العلاقه ما بين البيرميتيفيتي والبرميابيليتي دي بيديك عندك اندكتنس على طول. فانت لما يكون عندك واير طويل ماشي بيبقى ليه يعني اي واير اكشوالي ليه اندكتنس، بس الاندكتنس مهمله لو الدايمنشن صغيره او الفريكوانسي صغيره، لكن از لونج از ان اللينث بتاعنا طول اوكي يبقى الاندكتنس تبدا تبقى سيجنيفيكانت، وبالتالي ما نقدرش نهملها يعني، ولو الفريكوانسي زادت برضه. اوكي فدي يعني دي المفروض انها معلومه تبقى معروفه يعني، انت لما يكون عندك واير ماشي بيبقى له ايكوفالنت اندكتنس على طول. طيب الشكل اللي قدامنا ده مثلا بيدينا حاجه بنسميها الانتر كونكت لاير ستاك. دي تكنولوجي 90 نانومتر ودي تكنولوجي 45 نانومتر، طبعا تكنولوجي يعني قديمه شويه الاثنين دول. هنا بيورينا الميتال لايرز. احنا المفروض ان احنا الترانزستورز بتتعمل على السطح بتاع الويفر. انتوا قلنا التصنيع بتاع الترانزستور بيتم على حاجه اسمها سيليكون ويفر ماشي، سبستريت يعني من السيليكون، او الويفر دي تبقى حاجه شبه المرايه كده، حاجه شبه المرايه. ما اعرفش اذا كنت شفت صوره لسيليكون ويفر قبل كده ولا لا. حد فيكم شاف صوره لسيليكون ويفر قبل كده؟ مدوره كده وشبه المرايه فاهم. يعني ايه لو حد مش ما شافهاش قبل كده اتس جود ان احنا نتفرج عليها يعني. استنى كده نجيب لها صوره من اونلاين ونتفرج عليها. اوكي ليت مي تراي تو شير. يا رب يا كريم.
يعني يا دكتور هي الويفر دي هي بتحط على الN والB والحاجات دي؟ شايفين الصور اللي موجودة قدامكم دي؟ طيب تمام، دي سيليكون ويفر المفروض اللي هي الشفافة دي او اللي بتعاملة زي المراية الميرور لايك زي اللي هنا دي مثلا، دي كده المفروض لسه ما تصنعش عليها حاجة، بتبقى عاملة زي المراية بالظبط وبتبقى جاية في سيليكون انجوت كبير كده وبنقطعها ويفرز 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 اللي عندها الشكل ده. اللي ماسكها للراجل هنا دي اللي ماسكها دي اوريدي اتصنع عليها الايه الدوائر بتاعتنا، عشان كده بقت شفافة خلاص وبقت فيها الدوائر. والصورة اللي تحت دي اوريدي ايه بدأوا يقطعوا الدوائر، بتتقطع بقى الويفرز لأجزاء صغيرة وبيطلعوا كل ايه مايكرو بروسيسور لوحده مثلا، لو كنا بنعمل مايكرو بروسيسور زي هنا برضو متقطعه وبنعمله. فده السيليكون ويفر اللي بنبدأ بيه، بيكون بي تايب سيليكون وبنبدأ نصنع كل حاجة على السطح بتاعه. اوكي، فانا لما اكون بتكلم على كلمة سيليكون فالمفروض السيليكون هو السطح بتاع السيليكون ويفر ده اللي كل حاجة بتتصنع على السطح بتاعه يعني. طيب يعني دكتور هو بيبقى فيه قطعة سيليكون واحدة زي دي وبيتصنع عليها أكتر من جهاز أو أكتر من بروسيسور، مش كل واحد بيتصنع لوحده؟ أنت شايف حجمها قد إيه يا راجل صح؟ أيوة يعني أنا مستغرب، مش فاكر كل حاجة بتصنع لوحدها يعني حاجة صغيرة. لا لا لا، يكون 8 إنش أو 10 إنش أو 12 إنش الدايمتر بتاعها وبيتصنع عليها دوائر كتيرة دوائر كتيرة. طبعا مايكروبروسيسور عشان عملاق فبيبقى ممكن الويفر تبقى فيها مايكروبروسيسور بس يعني، لكن العادي لا انت بتصنع حاجات كتيره على نفس الويفر يعني. اوكي، بس من حيث المبدا هو الراجل هنا هو مقطع لك الويفر زي ما انت شايفه، هي مطلعها لك البتاع الصغيره دي بنسميها الداي اللي هي بتتحط بقى جوه الباكج وتستخدمها في الايه في التصنيع بتاعك او تستخدمها في المايكرو بروسيسور بتاعك مثلا. يعني ده كده ممكن يكون مايكرو بروسيسور 2 3 4 فبيطلع لك مثلا بتاع 100 مايكرو بروسيسور بير ويفر او حاجه. تمام تمام دكتور ماشي. طبعا الناس اللي بتحب الكلام ده بقى بتدرسوه في ماده الفي ال اس اي في سنه رابعه بقى لو عايزين تدرسوا التصنيع يعني. anyway طيب، فاحنا السيليكون ويفر بقى هو بيكون الايه الحته اللي تحت خالص عندنا في الايه في الرسمه اللي مرسومه قدامنا دي، الرسمه اللي تحت دي بيكون هو ده السيليكون ويفر السطح بتاعنا واللي بنصنع فيها الترانزستور. فدي ترانزستور هنا اهو ودي ترانزستور تاني هنا اهو، وهنا تحت طبعا 45 فالترانزستور صغير شويه. كل اللي فوق ده بيبقى الميتال لايرز اللي بتستخدم فور انتر كونكتس. يبقى انا عندي مثلا في التكنولوجي دي في 6 ميتال لايرز هستخدمهم عشان اوصل الترانزستورز بعضيهم، وهنا عندي 8 ميتال لايرز هستخدمهم عشان اوصل الترانزستورز بعضيهم. طبعا في المودرن تكنولوجيز كمان وصلنا ل 12 و13 و14 ميتال لاير يعني لو احنا عايزين. واحجام واطوال اطوال الانتر كونكتس دي على السيليكون بتوصل بالكيلومتر. انا عارف انها صعب ان انتوا تتخيلوها بس ده اللي بيحصل، لان بيكون عندي كيلومترز اوف انتركونكتس بير ويفر. طبعا لو الموضوع صعب التخيل انت تخيل بس ان انت عندك، اتفقنا ان في التكنولوجيز الجديده في عندنا بليونز اوف ترانزستورز ماشي، لو كل ترانزستور بقى فيه لو عشان اوصل كل ترانزستور بالتاني احتاجت واحد مايكرومتر، اضرب واحد مايكرومتر في بليون شوف هيطلع لك الدايمنشنز كام. كام واحد مايكرومتر في بليون دي؟ بألف اللي هي كيلومتر يعني صح؟ ماشي؟ فهي فأطوال أطوال الانتر كونكتس في التكنولوجيز الجديدة بتطلع بالكيلومترات من الكبر أو من هو طبعا معظم التكنولوجيز الجديدة بتستخدم كبر مش ألومنيوم، من الكبر في التوصيلات ما بين الترانزستور. طبعا في التكنولوجيز القديمة زي ما انت شايفين كده المسافات الدايمنشنز كانت أكبر شوية، الدايمنشنز يعني كل الثيكنس بتاعت الميتال لايرز كانت أعلى وكانوا ابعد من بعض شويه. لما دخلنا في ال 45 نانومتر الثيكنس بقى اصغر وقربنا من بعض اكتر، فقربنا من بعض اكتر معناها ان الكاباسيتنس زادت والدايمنشن ساعتنا صغرت معناها ان الريزيستنس زادت، فبالتالي الانتر كونكتس ايه زادت في ال 45 نانومتر تكنولوجي عن ال 90 نانومتر تكنولوجي. طبعا لو دخلنا كل ما بيحصل ادفانسد في التكنولوجي كل ما هتلاقي ان الايه الدايمنشنز بتاعتك بتصغر، يعني الكروس سكشن بتاعك بيصغر فالريزيستنس بتزيد، وتلاقي اللايرز بتقرب من بعض اكتر عشان الدايمنشنز ايه قربت فالكاباسيتنس بتاعتك برضو ايه بتزيد. ده لو احنا فضلنا مستخدمين نفس التكنولوجيز فور ذا ايه فور ايفر. طبعا انتم متخيلين ان هم زمان كانوا بيستخدموا الومنيوم ونقلوا للكبر لسبب زي ده ان الدايمنشن صغرت فالريزيستنس زادت فراح مغيرين الماتيريال علشان خاطر الدنيا تبقى احسن، ونفس الكلام بيغيروا نوع السيمي كوندكتور الدايلكتريك اللي ما بين الوايرز يقللوا البيرميتيفيتي بتاعته عشان يقللوا الكاباسيتنس برضو. بس شئنا ام ابينا
as we improve in technologies, as we scale down the technologies, كل ما نلاقي الانتركونكتس بتبقى مشكلة أصعب وأصعب وأصعب. أوكي؟ أي سؤال هنا؟ دكتور هي الحاجة السودة دي. هي الحاجة السودة دي. السودة اللي مش باينة دي؟ آه. ده غالباً بيكون سيليكون دايوكسيد. طب ويا فين فين الترانزستورز؟ أو ممكن تعلم لي عليها أو حاجة؟ الترانزستور زي اللي تحت خالص دي. لو انت ثلاث بول دي الرسمه اللي في اليمين دي هتلاقي ادي الدرين اهو وادي السورس اهو ماشي بس يعني هي يعني الصوره دي مش احسن حاجه نبص فيها على الترانزستورز فين بس هي بتبقى تحت الميتال 1 دي هي بتبقى السطح بتاع الايه السطح بتاع الويفر بيكون مليان بقى ان بي بي اللي هي عارف بقى ان بلس وان بلس بتاعه الترانزستورز خلاص تمام يا دكتور شكرا طب دكتور حضرتك بتقول ان اتفضل موجود الميتال ده يا دكتور انها توصل ما بين السيمي كوندكتور وبعديها يعني توصل الترانزستورز ببعض مش انت عندك ترانزستورز عايز توصلهم ببعض اه ماشي هي دي اللي بتوصلهم ببعض اصل انا شايفهم كتير قوي يعني اكتر من ترانزستور يعني ترانزستور تحت خالص وهم فوق كتير انت عندك بليونز اوف ترانزستورز ماشي وبعدين هي الرسمه دي هدفها ان يوريك الستاك مش هدفها ان تكون ريل سيركت يعني الريل سيركت بيبقى عندك التوصيلات بقى داخله يمين وشمال وفوق وتحت وكل حته يعني دكتور وحضرتك بتقول ان ان الانتر كونكت ممكن يوصل ما بين الترانزستور والترانزستور يبقى 1 مايكرومتر فالرقم ده مش مبالغ فيه شويه يعني هي اللاير في اللاير كبيره لدرجه ان يبقى بين كل ترانزستور وترانزستور هم مايكرومتر وحضرتك بتقول في بليونز اوف ترانزستورز واحد مايكرومتر ده يعني كتير ولا صغير ما فهمتش سؤالك كبير يعني بالنسبه لك كتير بالنسبه لك كبير اه الترانزستور جنب الترانزستور الثاني المسافه بينهم واحد مايكرومتر شايفها كتيره عشان خاطر ماشي عايزها كام لا انا مش شايفها المفروض تبقى اصغر شويه بحيث ان انا اقدر اشيلها على اللاير حسب مخيلتي يعني ان اللاير صغيره فلو حطيت بليونز اوف ترانزستورز بين واحد مايكرومتر فلا انا عاوز لاير كبيره شويه خلي بالك ان انت عندك 2 دايمنشنز انت بس عشان متخيل 1 دايمنشن واحد يعني اوكي لكن انت عندك 2 دايمنشنز ماشي واحد مايكرومتر قد يكون كتير في التكنولوجيز الجديده بس احنا لو بنتكلم ان التكنولوجيا اللي احنا شغالين فيها 5 نانومتر دلوقتي فالمسافه بين 1 ترانزستور للتاني مش هتكون 10 نانومتر مثلا اوكي خلاص احنا اضرب بقى ال 10 نانومتر تاني برضو في 50 بليون اوف ترانزستورز مع الاخذ في الاعتبار ان كل ترانزستور فيه 3 تيرمينالز مش تيرمينال واحد فانت عندك كل ترانزستورز اتليست محتاج 3 انتر كونكتس بالاضافه ان ممكن تكون واصل باكتر من حاجه هتلاقي ان الدايمنشنز توصل للكيلومترز برضو عادي اه تمام اوكي احنا في المودرن تكنولوجيز اللي هي 5 نانومتر تكنولوجيز يو كانوت بليس الترانزستورز كلوزر ذان 5 نانومتر ده البدايه بتاعتنا ايه ما نقدرش ان احنا نقربهم اقل من 5 نانومتر انك ما تقدرش ترسم حاجه اصغر من 5 نانومتر على الويفر طالما التكنولوجي 5 نانومتر فانت هتقول ان المسافه بين 2 ترانزستورز 10 نانومتر مثلا ممكن 20 نانومتر وبعد كده اضرب بقى في عددهم هتلاقي الانتر كونكتس كتيره جدا اوكي تمام وبعدين عدد الترانزستورز في بقى عندك انت بتتكلم في اريا بقى ما بتتكلمش في ايه ما بتتكلمش في لينير سكيل فانت هتلاقي عندك في الحاله دي بقى بتتكلم على ايه ان الاريا تاخد سكوير روت الارقام اللي بنقولها دي عشان تجيب عدد الترانزستورز ممكن تحطها على الويفر يعني anyway طيب دكتور كله بيوم احنا بنستخدم اي اتفضل يا قول سؤالك اتفضل قصدي واحنا ليه بنستخدم لايرز ما بنستخدمش يعني زي سنجل يعني قطعه واحده يعني جرب كده توصل بليون ترانزستور بلاير واحده نشوف هتعرف ولا لا انت لو عندك 4 ترانزستورز جنب بعض مش هتعرف توصلهم بلاير واحده اصلا نتيجة ان هم هيدخلوا في بعض الانتركونكشن يعني تخيل في ترانزستور فوق وترانزستور تحت وترانزستور يمين وترانزستور شمال عايز توصل اليمين بالشمال واللي تحت باللي فوق هتقدر تعملها بلاير واحده
يعني زي قصدي زي بستخدم layers layers صغيرة عشان أكون الفورم اللي أنا عايزه يعني. بقول لك هو عندك ترانزستور يمين وترانزستور شمال وترانزستور فوق وترانزستور تحت. ماشي، انا بتكلم دلوقتي لو انا ببص على الويفر من فوق، عندك واحد يمين واحد شمال واحد فوق واحد تحت، هنوصل اليمين بالشمال بميتال 1. هتيجي توصل اللي فوق باللي تحت، هتعملها ازاي دي؟ الحل الوحيد اللي تعمله يا اما تطلع فوق الميتال لاير تاني وتنزل، يا اما تلف حوالين الترانزستور الاولاني. طبعا لو لفيت حوالين الترانزستور الاولاني يبقى الانتر كونكت بتاعك طول، ولو جالك بقى ترانزستور تاني تالت هتلاقي انك المعمليه ايه هتسوق، فبنضطر ان احنا نزود ميتال لايرز عشان نطلع لفوق، بحيث ان انا اقدر اعدي الميتال لايرز فوق حاجه تانية مش عايز اتوصل بيها. صح ولا ايه؟ تمام. اوكي، انت بتحتاج ميتال لايرز كتيره نتيجه صعوبه انك توصل الترانزستورز البليونز اوف ترانزستورز دي باستخدام ميتال لاير واحد. لو حد فيكم اشتغل في البي سي بيز، زي ما انتم عارفين برضو ان البي سي بي بعد فتره ما بقتش سنجل لاير بي سي بي، بقت 2 لايرز و3 لايرز و4 لايرز و5 لايرز لنفس الاسباب. انت عندك كومبوننتس كتيره عايز توصلها، مش هتعرف توصلهم باستخدام ميتال واحد لان هم هيخشوا في بعض يعني. اوكي، فبنحتاج مالتي لاير عشان كده. قال لك المودرن بروسيسز بتستخدم من 6 ل 10 بلس ميتال لايرز. الميتال الاولاني ده بيبقى اللي هو ام او واحد، ده بيبقى هاي دينستي، بيستخدم بقى في وزن السيلز اللي جوه. اللايرز اللي في النص بتبقى اتخن شويه واعرض شويه، فبتقلل الريزيستنس وممكن نمشي بيها مسافات اطول شويه. والميتال لايرز الاخيره هتلاقيها اللي هي ايه اعرض حاجه خالص، هنا هتلاقي الميتال لايرز هنا تخينه مقارنه باللي تحت، وهتلاقي الميتال لايرز اللي فوق دي تخينه بالنسبه لتحت، عشان بنمشي بيها مسافات بقى كبيره وبنعمل بيها ال VDD والجراوند والحاجات الجلوبال انتركونكتس او الجلوبال سيجنالز اللي بتتوزع على حاجات كتيره، بنستخدم لها ميتال تخين علشان خاطر ايه الريزيستنس بتاعته تبقى قليله، يقدر يمشي مسافات ايه كبيره من غير ما يزود الريزيستنس قوي. فانت دايما بيكون عندك الميتال لايرز مش كلها بتكون نفس الثيكنس، بيكون الثيكنس بتاعهم مختلف من تحت لفوق، يعني ثيكنس بيزيد فوق قوي عشان خاطر تقدر تمشي مسافات كبيره من غير ما يكون في ريزيستنس كتير. الشكل اللي موجود عندي ده، فاكرين احنا لما اتكلمنا في اول السنه خالص عن الستاندرد سيل او الاوتوماتيك فلو او كنا مسمينه سيمي كاستم فلو، فدي السيلز اللي محطوطه جنب بعض كده اي بي سي دي، الحاجات دي عباره عن ستاندرد سيلز محطوطه في النص ما بين كل سيل والتاني بقى في عندنا حاجه اسمها انتر كونكت شانل. الانتر كونكت شانل دي اللي بقى ايه بتوصل السيلز ببعضيها، فهتلاقي فيها ميتال لايرز بالعرض وميتال لايرز بالطول عشان اوصل السيل دي مثلا بالسيل دي، اوصل السيل دي بالسيل دي، عشان اوصل الديفرنت سيلز دي ببعضيها بيبقى في عندي شويه ميتال لايرز بالعرض وشويه ميتال لايرز بالطول، وافضل اوصل بقى ايه اشبك الميتال لايرز ببعضيها. طبعا الكلام ده كله يعني احنا بس عشان نتخيل المشكله موجوده فين، لكن احنا في الاخر احنا نوصل ازاي ان احنا نموديل الكلام ده في المعادلات البسيطه بتاعتنا، مش محتاجين اكتر من كده يعني. ده بس فور يور ايه فور يور انفورميشن عشان تعرفوا احنا بنتكلم عن ايه اصلا، ليه المشكله كبيره. فزي ما انتم شايفين كده بيكون في عندنا هيوج اماونت اوف انتركونكتس موجود. طيب فنبدا نشوف بقى جايه من فين الانتر البارازيتكس. فاول حاجه بيبقى عندنا البارالل بليت كاباستور، انا عندي اهو ميتال واير ماشي تحتيه الدايلكتريك اللي هو غالبا بيكون سيليكون دايوكسيد، مش شرط يعني في المودرن تكنولوجي ما بقاش سيليكون دايوكسيد، بس لسه اسيوم ان الدايلكتريك ده سيليكون دايوكسيد فور ناو. وبيكون عندنا تحت السبستريت اللي هي الويفر بتاعتنا بنعتبرها كانها جراوند لاير، باعتبار ان انتوا فاكرين كنا قلنا ايه كل البي موس واصل بالفي دي دي السبستريت بتاعه وكل الان موس واصل بالجراوند السبستريت بتاعه، وبالتالي بنعتبر ان الايه ان السبستريت بتاعتنا از ايه از جراوندد اي سي جراوندد يعني. وبالتالي انا يعني عندي الراجل ده وهو ماشي هيكون بارالل بليت كاباستور مع السبستريت تحت. قيمه البارالل بليت زي ما انتم عارفينها من زمان خالص ابسلون في الاريا على الثيكنس. فاكرين انتم القانون بتاع البارالل بليت كاباستور؟ تمام. ابسلون في الاريا على الثيكنس، فطبعا الابسلون هتبقى الابسلون بتاع الدايلكتريك، لو كان سيليكون دايوكسيد هيبقى 3.9. الاريا هتبقى الدبليو في ال الدايمنشنز اللي ماشيه فيها الواير بتاعك قد ايه، والثيكنس اللي هو التي دي اي ده الثيكنس بتاع الدايلكتريك، ده طبعا ايه التكنولوجي بارامتر، الاثنين دول تكنولوجي بارامتر مش بايدينا يعني، والدبليو في ال دي دول اللي هم الدايمنشنز بتاعت الواير بتاعك. فده هيديك ما يعرف باسم البارلل بليت كاباستور. فده اول ايه اول كومبوننت عندنا من الكاباستنس. تاني كومبوننت موجود عندنا من الكاباستنس هو الفرنجنج كاباستنس، زي ما اتكلمنا في ساعه الكاباستورز اللي موجوده جوه الترانزستور،
وقلنا ان بيبقى فيه برضو فرينجينج فيلد طالع من الجنب بتاع الايه الجيت. نفس الكلام انا لو عندي واير ماشي زي ما في بارال بليت كاباستور من القاع، هيكون الجناب بتاعتنا فيها فرينجينج فيلد ايه طالع من من يمين وشمال رايح للدايلكتريك. ودي مشكله بتزيد برضو مع السكيلينج بتاع التكنولوجي، لان في السكيلينج بتاع التكنولوجي الدبليو دي بقت رقم صغير جدا، بقينا بنتكلم في 10 نانومتر واصغر. الاتش ما قلتش بنفس الريت اللي قل بيه الدبليو، وبالتالي بقى الهايت كبير مقارنه بالعرض بتاع الواير بالذات لو كان مينيمم ويدث واير يعني. فالفرينجينج فيلد بقى ايه بقى از فيري سيجنيفيكانت كومبوننت ما نقدرش نهمله في المودرن تكنولوجي. فالفرينجينج فيلد بقى كنا بنحسبه ازاي؟ كان ليها قوانين كده كنت بتاخدوها في الفيزيكس، يعني كنا بنحاول بنجيب له ايكويفالنت سيلندر كده وحاجه بشكل مهم، يعني في معادله ايه مكلكعه كده بنحسب بيها الايه الفرينجينج كاباسيتانس بير يونت لينث بالنسبه للتكنولوجي بتاعت بالنسبه للواير بتاعه. يبقى احنا كده وصلنا لايه، طبعا المعادلات دي مش مهمه في حاجه يعني. اوكي وصلنا لايه؟ وصلنا ان انا عندي بارالل بليت كاباسيتانس نتيجه القاع بتاع الواير، وعندي فرينجينج فيلد نتيجه الجدران بتاعه الواير، والاثنين موجودين وبيسببوا لي كاباسيتانس تو جراوند بالنسبه للواير والجراوند. يعني في عندي كاباستور بارال بليت اللي هو المعادله دي، وعندي كاباستور الفرينجينج اللي هو الايه المعادله دي. اي سؤال؟ لا يا دكتور، ال WL بالنسبه ل H ليه ال WL بالنسبه ل H؟ انت بتعمل سكيلينج اللي بيهمك الهوريزونتال دايركشن، فالسكيلينج هتلاقي ان ده الدايمنشن ده بيقل اكتر بكتير من الارتفاع يعني. اوكي في كل ما احنا بنسكيل من وان تكنولوجي للثانيه بننزل الدايمنشنز اللي هي في الايه في السيرفيس بلين او في الاكس واي بلين يعني، والدايمنشنز اللي في الزد اب بتصغر بس مش بتصغر بنفس الريت يعني. ده جرى العرف عليه يعني، ده مش هتنزل مش محتاج انك تنزل الزد قوي يعني، نتيجه ان انت مش هو ده اللي بيأثر معاك في السبيد ماشي. وكل ما بتنزل الزد كل ما الريزيستنس بتاعتك بتزيد، فهي الزد ما كانتش بتزيد ما بتقلش من تكنولوجي للتانيه بنفس الريت اللي الدبليو بتقل فيه، الدبليو وال ال يعني. دكتور ايوه دبليو سمول دوت ايه الدبليو سمول دوت اللي تحت القانون؟ قانون الدبليو السمول دي هدفها ان انت ازاي تقدر تجيب الفرينجينج فيلد ماشي، عشان تفصل الكاباسيتنس لفرينجينج فيلد وبارال بليت فيلد. قال لك ان انت عشان خاطر تاخد في اعتبارك الفرينجينج صح، بتتخيل ان انت في عندك سيلندريكال واير الدايمتر بتاعته اتش، وبتتخيل ان في عندك ريكتانجلر واير دبليو ماينس اتش على 2. اوكي فالدبليو الصغيره دي بتبقى دبليو ماينس اتش على 2، ده اللي تجيب منه البارال بليت وده اللي بتجيب منه الفرينجينج فيلد عشان تاخد تاثير الاثنين مع بعض. تمام بس ما تشغلوش نفسكم قلنا بالكلام ده، ده مجرد بس فور ايه فور اور اون نوليدج. طيب هنتسال فيه دكتور معلش مش هتتسالوا فيه. تمام وانا بس النت قطع عندي بعد، لو في حد بيسال ليه ال W مهمله بالنسبه لل H اللي حصل بقى. انا قلت في المودرن تكنولوجيز ال W بتصغر لكن ال H ما بتصغرش بنفس الريت، طول ما احنا قاعدين بنسكيل التكنولوجي بنصغر الدايمنشنز اللي في الاكس والواي وبنصغرش الدايمنشنز اللي في الزد بنفس الريت، وبالتالي بقى عندك الويث صغير قوي والهايت ستيل زي ما هو، بحيث ان احنا بنوصل في التكنولوجيز ان الدبليو على الاتش بقت اصغر من واحد. اوكي وبالتالي الفرينجينج فيلدز بقى سيجنيفيكانت قوي في المودرن تكنولوجيز عما كان موجود زمان. تمام ماشي. ثالث نوع من الكاباسيتنس عندنا هو الانتر واير كاباسيتنس اللي هو بيجي ما بين لاير ولاير تانية، او يعني اتنين ميتالز ماشيين جنب بعض ماشي، او اتنين ميتال ماشيين فوق بعض بيبقى في ما بينهم ايه كاباسيتنس. الكاباسيتنس ده بارل بليت عادي خالص، هيبقى عباره عن الابسلون دايلكتريك في المسافه بقى بين التو وايرز، يعني المسافه بين البنفسجي ده والبنفسجي ده، او المسافه بين ده وبين ده او واتيفر يعني. سوري انا اسف، ابسلون في الاريا، الاريا بقى في الحاله دي هتبقى الهايت ماشي، في اللينث بقى اللي انتوا ايه الاثنين وايرز يمشوا جنب بعض فيها. دلوقتي بنتكلم على الاريا اللي دي مع الاريا دي، الكاباسيتنس دول الاثنين وايرز ماشيين جنب بعض، دول الاثنين وايرز ماشيين جنب بعض
هنتكلم على الكروس سكشن اريا دي. فالكروس سكشن اريا دي ده الارتفاع هو الاتش وده هو ال، فعشان كده الاريا بتاعتنا هي اتش ال، وبعد كده الابسلون على التي دي اتش دي. تي دي اتش دي هي هتبقى المسافه ما بين التو وايرز بتاعتنا. اوكي، يبقى ابسلون دايلكتريك في تي دي اتش. يعني ده الفكره بتاعتنا، ان برضو لما اتنين وايرز هيمشوا جنب بعض هيعملوا ما بينهم ايه بارالل بيت كاباسيتنس. يبقى انا كده عندي كل واير هيمشي هيشوف ثلاثه ديفرنت كومبوننتس اوف كاباسيتنس، بارالل بليت تو جراوند، فرينجينج تو جراوند، وانتر واير كاباسيتنس ما بينه وما بين اي حاجه تانية ايه ماشيه جنب. اي سؤال؟ الموضوع بقى بتاع الانتر واير كاباسيتنس ده، بما ان احنا بنتكلمش حاجه تو جراوند، فهي بتعتمد على العلاقه ما بين الايه، ما بين السيجنال الموجوده على الواير A والسيجنال الموجوده على الواير B. ليه؟ لان احنا قلنا من شويه مثلا ان لو كان الA والB دول زي بعض وبيتغيروا مع بعض، كان ساعتها الكاباسيتنس ده مش هيبقى له وجود اصلا. وبالتالي عايزين نشوف الA والB السيجنال اللي عليهم عامله ازاي، علشان خاطر ان ايه، احنا مش هنحب ان احنا نمشي بكاباسيتنس ما بين تو ميتال وايرز بالشكل ده، دايما هنحاول نخلي الانتر واير كاباسيتنس ده ان احنا ننزله تو جراوند برضه. عشان ننزله تو جراوند بنقول ان في عندنا الجراوند كاباسيتنس اللي هي البارالل بليت والفرنج زائد السي ادجيسنت افكتيف، فناخد الكاباسيتنس ذاته جراوند هو كمان عشان نسهل علينا الاناليسيس. هنفصل الكاباسيتور اللي ما بين تو وايرز ننزله ايكويفالنت للجراوند من هنا وايكويفالنت للجراوند من هنا. عشان نجيب السي ادجيسنت افكتيف ده لازم نشوف الايه السيجنال اللي في الايه والبي ماشيه ازاي. فتعالى كده نتخيل لو كانت البي عليها كونستانت فولتج، يعني لو بي دي عليها مثلا VDD او عليها ground، سواء VDD او ground دول حاجتين بنسميهم AC ground، لان ايه signal ثابته في DC، ففي AC هي كانها ما بتتغيرش خالص، فكانها صفر في AC. لو في signal متغيره السيجنال BD مش متغيره، لان عليها VDD او عليها ground على طول، فبنعتبرها كانها AC ground. يبقى البي هنعتبرها كانها ground، وبالتالي يبقى انا C adjacent effective هتبقى هي C adjacent. تاني كده شباب، انا عايز انزل الكاباستور اللي ما بين الA والB، اعمل له موديلنج بالكاباستور ما بين الA والجراوند عشان يسهل عليا الحسابات، ما اقعدش ايه اربط كل السيجنالز بعضيهم. فالC adjacent اللي هي كانت الانتر واير كاباستنس بتنزل للجراوند بC adjacent effective. قيمه الC adjacent effective دي بتعتمد على السيجنال في A وB عاملين ازاي. فاول حاجه قال لك لو B مثلا كان عليها صفر على طول، يبقى كانها هي جراوند، فالC adjacent effective هتبقى بتساوي C adjacent. طب لو كان عليها VDD، ال VDD بيتعامل نفس معامله الجراوند، لان ال VDD في الـ AC signal كانه حاجه ثابته، فكانه برضو بيعرف باسم AC ground، وبالتالي هتنزل ايه لتحت هنا. في الحالتين سواء ال B عليها صفر او ال B عليها VDD، يبقى C adjacent effective هيساوي C adjacent. اي سؤال دكتور؟ هو احنا بنعتبر الـ VDD زيرو نفس فكرة اللي هو زي ما كنا بنعمل في الـ Small Signal Analysis، بنفصل الـ DC والـ AC ونعمل Superposition، ف مظبوط مثلا كده زيرو VDD و غير Superposition. في الـ Small Signal Analysis الـ VDD بنعتبره صفر في الـ Small Signal Analysis من غير ما ندخل في Superposition. يعني انت عندك الـ VDD بيعتبر Ground for any Small Signal Analysis، والـ AC is a small signal analysis، فالـ VDD is an AC ground. طيب يحصل ايه بقى لو كان الـ A والـ B بيتغيروا مع بعض؟ يعني ده كان صفر وده كان صفر، الاتنين طلعوا واحد مع بعض. في الحالة دي الطرفين بتوع الكاباستور بيزيدوا ويقلوا مع بعض، يبقى الكاباستور has no chance انه يحصل له charging او discharging، وبالتالي بنعتبر ان الكاباستور ده كأنه مش موجود، ويبقى C adjacent effective بيساوي zero لو كان الـ A والـ B بيتغيروا مع بعض. لو الـ A والـ B بيتغيروا عكس بعض، فبيبان ان الكاباستور كانه اتضرب في اتنين، نتيجه ان انت عندك الـ A الدبل قيمه الكاباستنس دبل قيمه التشارجز بتحصل، نتيجه ان انت عندك واحد بينزل لصفر واحد بيطلع لـ VDD، فكان الكاباستور هنا بيبان كانه اتضرب في اتنين. ولو حد فيكم يعني عارف حاجه اسمها الميلر افكت، ده نفس فكره الميلر افكت بالظبط. لو ما تعرفوش الميلر افكت يبقى ملوش لازمه ان احنا نتكلم فيه، يبقى تاخدوه في كورس تاني ان شاء الله. خلاص، يبقى احنا عندنا هنا ثلاث حالات. لو البي ثابته يبقى الكاباستور هينزل بنفس قيمته، لو البي بتتغير زي الاي يبقى الكاباستور هيتشال خالص، لو البي بتتغير عكس الاي يبقى انا عندي هنضرب الكاباستنس في اتنين معانا.
دكتور هو ايه الاي سي جراوند دوت؟ انا ليه افترضت ان انا شغال اي سي اصلا؟ عشان الكاباسيتور ما بيظهرش غير في الاي سي صح؟ ماشي، بس انا حتى يعني انا كده الكاباسيتنس دي ما مش هستخدمها غير في الترانزينت بس، وبعد كده بتثبت. لا مش فاهم يعني ايه ترانزينت وبعد، مش فاهم، مش هو ده برضو ليه علاقه بالاي سي ولا ايه؟ يعني انا دلوقتي لو الاي دي كان عندها فولت والبي عندها فولت 2، وبعد كده في الاخر الاثنين سيب عند فولت واحد، ده هيعمل كاباسيتنس صح كده؟ في ديفرنس ما بينهم. ماشي، لكن اللي هو في الاي سي مجرد بس اللي هي الطلعه دي، بعد كده هو هيثبت عند فولت معين، فهي هترجع دي سي تاني. ماشي، ما هي الجزء بتاع الكاباسيتنس ده هو اللي يفرق معايا، الجزء الترانزينت ده هو اللي فارق معايا، هو ده اللي بنحسب ليه. ما اقدرش بقى اخليها انزلها للجراوند تاني، يعني هي الكاباسيتنس اللي ما بينهم ما اقدرش احطها على الجراوند بعد ما اعدي الاي سي. ماشي، بس انت الديلي بتاعك بتحسبه في حال لحظه الترانزيشن، او لو عندك كلوك كل الكلام ده بيتم مع كل سايكل، الكاباسيتنس قيمتها بس هتظهر في حاله الترانزيت او في حاله الاي سي اناليس، غير كده الكاباسيتنس دي مش هتفرق معايا في حاجه. لو انت ثبتت فولت حط مده، الكلام ده كله مش هيفرق معايا في حاجه. تمام، شكرا. طيب موضوع الادجيسن ده برضو بيعتمد على حاجه تانية، بيعتمد على السيجنال الطرف التاني عامل ازاي. فاحنا بنتكلم على السيجنال على تو وايرز جنب بعض وما بينهم الادجيسن كاباسيتنس اللي قلناه ده، فبنسمي الراجل ده اجريسور يعني معتدي، وبنسمي الراجل ده فيكتيم يعني ضحيه. اوكي، وبنشوف الاجريسور ده لو حصل عليه دلتا في اجريسور، الدلتا فيكتيم، الدلتا في فيكتيم دي هتبقى ايه؟ يعني لو الاجريسور ده اتغير عليه الفولت مثلا من 0 ل 1، هل الفيكتيم ده هيتغير من 0 ل 1 ولا هيتغير حاجه ثانيه؟ طبعا ده زي ما ايه، ده بيعتمد على حاجه اسمها الكاباستور ديفايدر. ماشي، لو كان الفيكتيم ده مش دريفن باي حاجه، يعني لو هو مجرد واير كده ومفيش اي حاجه بتحاول توصله بفي دي دي او بتوصله بالجراوند، لو واير طاير في الهواء، يبقى احنا عندنا الدلتا في دي بيطلع منها دلتا في في الاوتبوت بالقيمه دي، سي ادجيسنت على سي ادجيسنت بلس سي جراوند مضروبه في الدلتا في اجريسور. ده قانون الكاباستور ديفايدر اللي هو بيبقى شبه قانون الريزيستور ديفايدر بس عكس، يعني بناخد الكاباستور اللي مش عليه الكاباستور اللي عليه. عدى عليكم الكاباستور ديفايدر قبل كده؟ عدى في مساله كده في السيركت سول. تمام، فاحنا كنا بنتكلم ان في الريزيستور ديفايدر بنقول ان V output على V input بتساوي R2 على R1 plus R2 V input، فالكاباستور ديفايدر لو ده C1 و C2 فال V output بتساوي، ماشي، C1 بقى C1 على C1 plus C2 في ال V input. اوكي، فانت بتاخد الايه، طبعا ده نتيجة العلاقة اللي عارفينها انتوا الشهيرة ما بين ال R وال C، يعني ان الامبيدنس بتاعت ال C واحد على اوميجا سي، يعني ماشي، وبالتالي هي kind of inversely proportional للارات، يعني هيطلع لك ان سي واحد بدل ار واتنين يعني. anyway، فانا لو في عندي الراجل ده كان completely floating، فلو حصل هنا دلتا في واحد فولت، يبقى هيتنقل هنا الواحد فولت ده مضروب في السي دي على مجموع السيهات. فده لو كان الراجل ده completely ايه، completely floating. بس لو الراجل ده كان driven بقى، يعني لو الراجل ده كان فيه واحد تاني بيحاول يثبت عليه الفولت، ففي الحالة دي هنلاقي ان ايه، ان لو الاجريسور كان حصل عليه 1 فولت والفيكتيم ما كانش دريفن والكاباستورز افترضنا انها متساويه، يبقى في 50% من السيجنال هيطلع على الفيكتيم. بس لو الفيكتيم كان دريفن، يعني الفيكتيم ده كان عليه انفرتر بيحاول يحطه الفي دي دي او جراوند او يحطه على قيمه ثانيه، فلو افترضنا هنا ان كان في انفرتر بيحاول يحطه على صفر، فلو كان الانفرتر ده نص حجم الانفرتر بتاع الاجريسور، يعني لو الانفرتر اللي بيدرايف الفيكتيم نص حجم الانفرتر اللي بيدرايف الاجريسور، فهنلاقي ان هيطلع هنا حوالي 16% من الايه، من الواحد ده هيطلع منه 16%، وبعد كده ننزل تاني. لو كان نفس السايز هيطلع لغايه 8% وينزل تاني، لو كان ضعف السايز هيطلع 4% وينزل تاني. بس طبعا ساعه لما يبقى هو ضعف السايز، في الحاله دي هيبقى هو ذات نفسه الاجريسور للايه، للاجريسور القديم يعني. تمام، يعني half size ده معناها ان ده الاجريسور بتاعي
وان الفيكتيم بتاعي جاي له انفرتر صغنون كمان. ماشي؟ فانت عندك الواير اللي هو الفيكتيم is driven بانفرتر نص حجم الانفرتر اللي بيدرايف الاجريسور لاين. تمام؟ وفي الحاله دي هيبقى فيه ترانزيشن او فيه سيجنال هتعدي، بس السيجنال دي هتكون ايه؟ هتوصل لغايه 16% بس من اللي كان من القيمه اللي هي من الواحد فولت الفاريشن اللي حصل. فهنا حصل لك واحد فولت فاريشن، هنا حصل لك 160 ملي فولت بس فاريشن، وبعد كده ينزل تاني. اوكي؟ لو كان الانفرتر ده بقى قد الانفرتر ده، يعني الاجريسور والفيكتيم الاثنين دريفن باي سيم سايز انفرتر، في الحاله دي هتطلع 80 ملي فولت بس. اوكي؟ ده المقصود هنا. دكتور طب حاله الان دريفن يعني تترسم ازاي؟ او انا مش فاهمها. يعني انا فهمت الهاف سايز ان الانفرتر نص السايز بتاع الاجريسور. طب الان دريفن دي معناها ايه؟ ان دريفن يعني مفيش انفرتر، يعني الواير كده طاير في الهواء. ماشي؟ او بتحصل في بعض الاحيان ان احنا بناخد حاجه اسمها هاي امبيدنس. اعتقد انت خدت هاي امبيدنس في اللوجيك صح؟ خدناها في السي او. فانت ممكن يكون الانفرتر ده في بعض الانفرترز بيبقى ليها ستيت تاني غير ال1 وال0، بيبقى ليها ستيت اللي هي الهاي امبيدنس. فلو كان الانفرتر محطوط في الهاي امبيدنس ستيت، يبقى الواير ده كانه مش دريفن صح؟ مفيش حاجه بتعمل له لودنج، يعني مفيش حاجه بتحط عليه فولت. في الحاله دي از كومبليتلي الواير ده از كومبليتلي فيكتيم، يعني اي حاجه هتعدي عليها تاثر عليه. تمام يا دكتور. واحنا هيعدي علينا في الكورس يعني في حاجات هتبقى هاي امبيدنس، يعني تبقى فلوتنج وايرز يعني. فالفلوتنج وايرز دي هي اللي بنسميها الاندريفنج لود يعني. دكتور هو ايه في اجريسور وفي فيكتيم؟ انا دلوقتي بشوف عندي اتنين وايرز ماشيين جنب بعض. ماشي؟ بشوف واحد تاثيره على التاني ايه. فلو في واحد بيأثر على التاني، اللي بيأثر ده بنسميه اجريسور يعني معتدي، واللي بيتأثر ده بنسميه فيكتيم يعني ضحيه. تمام. البرسنتج ديت بتبقى تشينج في الفي فيكتيم بنسبه من الفي اجريسور، ولا تشينج في الفي فيكتيم بالنسبه للفي فيكتيم نفسها؟ بالنسبه للدلتا في اللي حصلت في الاجريسور. يعني 50% ديت مثلا، يعني انا بيحصل لي تغير في الفي فيكتيم ب 50% من التغير اللي حصل في الاجريسور صح؟ مظبوطه. تمام شكرا. طب يعني يا دكتور هو الان دريفن هنا هي السلايد اللي فاتت يعني، لان هو واير مش متوصل بحاجه. ايوه خلاص تمام شكرا. دكتور حضرتك قلت ان احنا بنشوف تاثير الانفرتر على التاني، طب احنا يعني هل ممكن يحصل يعني تاثير الواير على التاني؟ تاثير الايه؟ تاثير الواير على التاني، يعني تاثير الفولتج تشينج اللي حصل في الواير على الفولتج تشينج في الواير التاني مش الانفرتر. تمام. انا اقصد بقى هل الفيكتيم ده ممكن يبقى اجريسور على الاجريسور، والاجريسور يبقى فيكتيم بالنسبه للفيكتيم؟ ده اللي انا قلته، ان اخر النقطه دي اللي هو بقى دبل سايز درايفر ده، ان بقى هيبقى مور اجريسور عن التاني اكيد يعني. تمام ماشي. حتى لو هاف سايز ممكن يبقى اجريسور بس بنسبه قليله. ايوه طبعا. تمام. طيب ليتس تيك بريك، نتقابل الساعه 11 ان شاء الله. لو حد عايز يسال في البريك اتس اوكي برضه. مش حياة الكاباستانس درايفر عكس الريزيستر درايفر؟ يعني ايه معلش؟ يعني لو انا بقول ان R1 على R2 زائد R1، هقول في الكاباستانس RC1 زائد C2 على C1. ماشي. يعني حقت ان بعد ما اقول سي واحد على سي واحد زائد سي اتنين، يبقى سي واحد زائد سي اتنين على سي واحد. انا فاهم حاجة غلط، عشان هنا الكاباستانس سيريز، فيبقى واحد على الكاباستانس توتال بيساوي واحد على الكاباستانس واحد على واحد على الكاباستانس اتنين. مش فاهم اوي صح. بحاول افهم، مش قادر افهمها. توتال بتاع ال يعني
انت لو حطيت هنا، لو حطيت الامبيدنس بتاعت الراجل ده فهتبقى زد 2 على زد 1 زد زد 2 صح؟ وزد 2 دي 1 على اوميجا سي 2 يبقى 1 على اوميجا سي 2 على 1 على اوميجا سي 1 بلس 1 على اوميجا سي 2 هتضرب فوق تحت في سي 1 على في سي 1 سي 2 هيطلع لك القانون ده سي 1 على سي 1 زد سي 2 تمام اوكي هو يا دكتور هو ايه يعني هو ايه الموديل الصح بتاع الموسفت يعني احنا ساعات بنحط ريزيستنس ساعات بنحط كاباستور يعني ساعات بنحط كارنت سورس ديبند على الابلكيشن يعني في الترايد هو المفروض ريزيستور وفي الـ وفي الساتوريشن هو المفروض كارنت سورس وكاباستور كده كده لو انت هتاخد هاي فريكوانسي موديل يبقى لازم تحط الكاباستور يعني احنا مثلا هنا ما قلنا جيب الدرايف الثانيه قلنا ان ان الانفرتر اللي بعديه ده بيعتبر كاباستور طب ما هو في منه جزء كارنت سورس ده راح فين مثلا هنا ما جبناش سيره انفرتر خالص هنا ده مجرد الواير مش الانفرتر لا انا بتكلم عامه يعني انا بقول لك اهو انت في اللو فريكوانسي مودلز احنا ما بنحطش الكاباستنس خالص وبنحط يا اما ايكويفالنت ريزيستنس يا اما ايكويفالنت كارنت سورس على حسب المود اوف اوبريشن اول ما تبدا تاخد في اعتبارك الترانزينت والفريكوانسي ايه والفريكوانسي افكت لازم تاخد الهاي فريكوانسي موديل اللي هو فيه الكاباستور ستات طب ليه كاباستنس بس فين كاباستنس بس دي مش فاكر ان احنا خدنا كاباستنس بس كاباستنس بس ده لو هو بالنسبه لك لود مش بتشوف الكارنت اللي ماشي فيه يعني لما يكون انفرتر تاني بالنسبه لنا بنعامله كمعاملة كاباستنس بس لان انا مش مهتم بالكارنت بتاعه خالص انا مهتم بيه هو بيمثل لود بالنسبة لي قد ايه هل في مرة تانية عملناه كاباستور بس كلود بس هو لما يكون بالنسبة لي لود انا مش هشوف منه غير الكاباستنس مش هشوف الريزيستنس بتاعته طب وانا اقدر احكم على الموديل بتاعي صح ازاي قد ايه يعني ما استخدمته كريزيستنس ده كان حاجة صح؟ يعني مش يعني ممكن تديني examples عشان ابقى فاهم انت سؤالك عن ايه احنا قلنا مثلا في لحظة الشحن والتفريغ قلنا هنموديل بريزيستنس السي بتفرغ فيه ماشي هل دي حاجة صح؟ هو مفيش موديل في الدنيا 100% صح الموديل دايما models are good for certain applications ان احنا عملنا الترانزستور للريزيستور وهو اصلا بيتغير عليه الفولتج من قيمه لقيمه تانية دي كانت ابروكسيميشن هدفها ان احنا نوصل للديلي بتاعنا بسرعه فهي فكره الموديلنج دي هي دي ده ده دايما هو ده شغل الانجينيرنج اصلا شغل الانجينيرنج ان انت تقدر تجيب موديل ابروبريت للابلكيشن بتاعك فانت لما تكون عندك ديلي وانت عايز تحسب ديلي فانك تموديل بالريزيستور ده اتس جود رغم ان انت عارف ان انت الراجل كان موجود في الايه في الساتوريشن مود سوري في ال في الساتوريشن مود وما كانش المفروض ان هو يبقى موديل بريزيستور اصلا بس انا اللي هاممني هنا هو الار سي موديل او الار سي ديلي هو ده اللي فرق معايا عشان كده اي ديد اكسبت الايه الابروكسيميشن ده بعد كده ممكن احطها على السيميوليتر بقى هو يحسب الحاجه صح طب خلاص تمام شكرا دكتور ألف سلامة على حضرتك يا دكتور أتمنى أكون حضرتك بيت بخير يعني ألف سلامة على حضرتك يا دكتور الله يسلمك يا شباب دعوا لنا بقى نعدي على خير إن شاء الله أتمنى أشكرك على خير يا دكتور يا دكتور الله قدر خير دكتور لو سمحت أنا في سلايد 12 تي دي اتش ده اللي هو الثيكنس اللي كان ما بين التو بليدز تو واير لو في الكوبلينج تي دي اتش دي كان اختصار لايه يعني مثلا لو هتتقال لي في مساله كطريقه كلام ممكن تتقال ازاي اختصار لايه مش هيسالك مساله ان شاء الله يعني الكلام ده مش عارف صح اختصار ايه بس هي ممكن تكون دايلكتريك هايت مثلا بس يعني اي واحد هنا حطها ده دي دي اي تي دي اتش
يعني مش عارف اختصار ايه الصراحه. تمام خلاص ماشي. حضرتك كنت في السؤال اللي قبلي كان بيتكلم على موضوع الكاباستور، فحضرتك قلت له ان احنا هنستخدم الهاي فريكوانسي موديل، فالكاباستور ساعتها هتظهر. ده لما كان بيسال ان جنرال يعني انت الكاباستور هيظهر في الهاي فريكوانسي موديلز. بس يعني هو هاي فريكوانسي ده مش احنا كنا قلنا لو هاي فريكوانسي فكده هاخد حامل في حسابي برضو الاندكتنس، ولا هو يعني مثلا هاي فريكوانسي بس مش يعني حاجه انترميديت ما بين هاي ولو عشان ما ظهرش معايا الاندكتنس؟ صح صح. بس هو الاندكتنس ده مش جوه الترانزستور، هو كان بيسال على الترانزستور موديل. تمام ماشي. مش اندكتنس جوه الترانزستور، بس هو الهاي فريكوانسي موديل ليه رينجز للفريكوانسي طبعا. اوكي الاندكتور بيظهر عند سيرتن فريكوانسي بيوند ايه الارقام اللي احنا بنتكلم فيها. تمام شكرا. العفو. الف سلامه على حضرتك يا دكتور. الله يسلمك. طيب الساعه 11 اهي دلوقتي. بقى براكتيكالي بقى ازاي بنجيب قيمه الايه، ازاي بنجيب قيمه الكاباستور ده؟ مش معقوله هنستخدم المعادلات الغريبه اللي كانت موجوده ورا دي ولا الكلام ده كله. فاحنا بنلاقي ان احنا في ايه، طبعا احنا المفروض اتفقنا ان كل حاجه في الاخر ممكن السيميليتور يطلعها لنا اكزاكت ويحسبها وكده ماشي، بس احنا لو عايزين حاجه سريعه نعمل ايه او ايه اللي ممكن نعمله عشان خاطر برضو في السيميليشن ناخد في اعتبارنا التاثيرات دي. فاحنا اول في عندنا اربع طرق هنا للايه، لحسابات الكاباستنس. اول واحده بنقول انها رابيد او رف كالكوليشن، كالكوليشن كده في العيه في البسيط بيزد على براكتيكال انفورميشن بنستخدمها ان جنرال، ان هو ايه، ان كل مايكرومتر من المينيمم ويدث واير بنديله 0.3 فيمتو فاراد. يعني ايه؟ لو عندي انتر كونكت ماشي 5 مايكرومتر يبقى الكاباسيتنس بتاعته تبقى 5 في 0.3 اللي هي تبقى كام؟ تبقى 1.5 فيمتو فاراد. يبقى ده قيمه الايه، الكاباسيتنس بتاعه الواير لو ماشي ايه 5 مايكرو. بس ايه الشرط بتاعي ايه؟ ان ده يكون مينيمم ويدث واير. مينيمم ويدث واير يعني ايه؟ يعني لو شغال مثلا في تكنولوجي 90 نانومتر يبقى الواير يكون عرضه 90 نانومتر. طب لو العرض بقى 180 نانومتر، طبعا في الحاله دي يبقى الكاباسيتنس هتضرب في 2 لان الاريا هتضرب في 2 لما العرض يزيد. طب لو الكاباسيتنس زاد، يعني لو الاريا زادت عن كده يبقى هنضرب في الايه، في الريشيو بتاعه الويدث الجديد على المينيمم سايز ايه، مينيمم ويدث واير. لو رحت مثلا 20 نانومتر تكنولوجي يبقى المينيمم ويدث واير هو ال 20 نانومتر، يبقى ده 0.3 فيمتو فراد لكل مايكرومتر من المينيمم ويدث اللي في التكنولوجي دي. اظن واضح انها فيري راف ايه، فيري راف استيميت، بس جود انف ان انت تبدا ايه تستيميت لنفسك الكاباسيتنس اللي بتشوفها من الانتر كونكت. دي اول طريقه واقل طريقه في الايه، في الاكيوريسي يعني. تاني طريقه ان احنا بنستخدم حاجه اسمها كاباسيتنس تيبلز. الكاباسيتنس تيبلز دي زي ما كنا بنقول ان انا هروح اصنع في تكنولوجي معينه، بطلب منهم المودلز بتاعت الترانزستورز وبطلب منهم الستاندرد سيلز وهكذا، بطلب منهم كمان حاجه اسمها الكاباسيتنس تيبل. الكاباسيتنس تيبل دي هي السلايد الجايه، يعني هنشوف ازاي ان احنا نستخدم الكاباسيتنس تيبلز. اوكي ثالث حاجه بنستخدم حاجه بنسميها البارازيتيك اكستراكشن تولز، كاد يعني كمبيوتر ايدد ديزاين، كاد تولز من التولز اللي بتيجي مثلا من اتفقنا زي من كيدنس او من منتور جرافيكس او من سينوبسيس، بيبقى عندهم حاجه اسمها بارازيتيك اكستراكشن تولز. Parasitic Extraction Tools بتروح انت مديها اللي اوت اللي انت رسمته، شكل الايه الدايره بتاعتك شكله على السيليكون هيبقى عامل ازاي، وبتديها الايه للتول، تروح التول مطلع لك equivalent R's وequivalent C's تقدر تستخدمها في انها تعمل ايه، تعمل بيها سيميليشن. هم بقى بيخشوا يبصوا على شويه اشكال متعارف عليها، بيكون عاملين لها اناليسز عندهم في التولز، وعندهم لوك اب تيبلز موجوده جوه في التولز بتاعتهم، يقدروا يطلعوا ايه، يقدروا يطلعوا لك قيمه الكاباسيتنس للجراوند والكاباسيتنس للواير اللي جنبه وهكذا. فدي حاجات ايه موجوده، وده اللي معظمنا بنستخدمه دلوقتي في السيميليشنز بتاعتنا، ان احنا بعد ما بنخلص الدايره
ونعمل لها سيميليشن وبعد كده نرسم لها اللي اوت ونشوف هتبقى عامله ازاي على سيليكون. نروح مشغلين البارازيتك اكستراكشن تول دي تطلع لي ايكويفالنت ارز وسيز، ارجع سيميليت الدايره تاني وانا واخد في اعتباري البارازيتكس دي. طبعا لو بقى الاكيرسي بتاع الدي مش كفايه بالنسبه لي، لان ده بيستخدم، انتوا سمعتوا عن حاجه اسمها فيلد سولفر يا شباب؟ لا لا بصراحه. طيب الفيلد سولفر ده اللي هي بيبقى تولز بتستخدم في حل ماكسويلز ايكويشنز، اللي هي بتستخدم في حل الايه الماكسويلز ايكويشن وتطلع لك الالكتريك فيلد عامل ازاي والماجنتيك فيلد عامل ازاي، ومنها تقدر تطلع ايكويفالنت سيركتس يعني. فبدل ما بتحل اومز لو يعني، بدل ما تحل كي سي ال وكي في ال، انت بتحل الاصل خالص بقى اللي هي الماكسويلز ايكويشنز يعني. فده بنسميه الفيلد سولفر، بيحل باستخدام الفيلد ايكويشنز. اوكي، فالفيلد سولفر ده از ذا موست اكوريت ايه اكوريت تول، وده اللي هو اخر حاجه عندنا. ماشي، الفيلد سولفر ده بنسميه 3 دي سولفر، لان هو بيحل في 3 دايمنشنز بقى، وبياخد في اعتباره الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد، في حين ان الحاجات دي بنسميها 2 دي سولفر او 2.5 دي سولفر لما ياخد في اعتباره 2 دايمنشنز بس، ما ياخدش الدايمنشن الثالث معاه. فلو انت عايز تاخد الكلام ده اكوريتلي بتستخدم بقى حاجه اسمها فيلد سولفر. من اشهر الفيلد سولفر واحد اسمه HFSS. ماشي، طبعا الناس اللي هتدخل برضو الناس اللي معانا في اتصالات يعني هيبقى عندهم في لما يخشوا في المايكرويفز والفيلدز هيستخدموا ال HFSS ده، ال HFSS ده كفيلد سولفر. طبعا يو هاف تو ايه تو كونسيدر ان الفيلد سولفر ده من الحاجات الايه اللي فيري فيري كومبيوتيشنال انتنسيف يعني. انت عشان تسيميليت حته صغيره باستخدام ماكسويلز ايكويشن هتلاقينها بتاخد معاك مثلا يوم ولا حاجه، فما تقدرش انك تعمل في الايه في الديلي سيركتس اناليسيس بتاعتك انك تقعد تحل فيلد سولفر يعني. بس بيبقى في بعض الابلكيشنز الكاباسيتنس ار الدايره بتاعتك is very sensitive للكاباسيتنس، الناس اللي بتشتغل في very high frequency، الناس اللي بتعمل RF transmitter RF receiver الكلام ده بيكونوا very sensitive للايه للبارازيتكس، وبالتالي بيحلوا باستخدام الفيلد سولفرز عشان يجيبوا الاكزاكت فاليو اوف ذا كاباسيتنس اوف ذا اندكتنس اوف ذا ريزيستنس، عشان خاطر يكون السيميليشن ريزلتس ساعتها as close to the reality as possible. اوكي okay؟ وبالتالي ده هيكون the most accurate the most accurate solver او most accurate capacitance extraction tool يعني، هو الايه هو انك تستخدم الايه الفيلد سولفر يعني. تمام، اوكي، يبقى دول كده الاربع حالات اللي عندنا. اي سؤال فيهم؟ جميل. الكاباسيتنس تيبلز بقى يا شباب بتبقى شكلها عامل ازاي؟ بصوا كده، بيبقى عندك الكاباسيتنس تيبل بيمديك هنا اللاير اللي تحت، سوري اللاير اللي فوق، ودي اللاير اللي تحت. ماشي، فهنا بولي سيليكون الومنيوم 1 الومنيوم 2 الومنيوم 3 الومنيوم 4 الومنيوم 5 بفرض ان التكنولوجي دي يعني بتستخدم الومنيوم، وتحتيها برضو الومنيوم 4 الومنيوم 3 الومنيوم 2 الومنيوم 1 بولي سيليكون اكتيف وفيلد. اكتيف وفيلد دي معناها ان انت عندك الاكسايد الرفيع بتاع الاكتيف ترانزستور بتاع الترانزستور يعني، وفيلد معناها ان انت عندك الاكسيد التخين اللي هو بره الترانزستور، لان احنا عندنا لو انتوا فاكرين احنا اتفقنا ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور بيكون الاكسيد بتاع الترانزستور فيري ايه فيري ثين. ماشي، لكن بره الترانزستور بيكون الاكسيد تخين. فاحنا نيجي نبص كده، مثلا لو انا افترضت ان انا شغال في ميتال لاير رقم 3، فممكن تكون الواير اللي تحتي يكون من ميتال لاير رقم 2، فهتلاقي مديك رقمين، رقم للبارالل بليت كاباسيتنس ان اد تو فاراد بير مايكرومتر سكوير، ورقم للفرنجنج كاباسيتنس ان اد تو فاراد بير مايكرومتر. فاكرين عارفين الاتو ده ولا مش عارفينه؟ بس الاتو ده اللي هو 10 ناقص 18. ماشي، لان الفيمتو 10 ناقص 15 فده 10 ناقص 18. فده معناه ايه؟ ان لو عندك ميتال 3 عدى فوق ميتال 2 كل واحد مايكرومتر سكوير هيديك كاباسيتنس قيمتها 41 اتو فاراد. تمام، انت بيبقى عندك مثلا ايه، تعالى كده نتخيل مع بعض، ادي ميتال 3 اهو ماشي، وادي تحتيه ادي له حته ثيكنس كده ماشي، وادي تحتيه ميتال 2. اوكي، فميتال 3 ماشي وتحتيه ميتال 2، فدول هيعملوا ما بينهم وبين بعض كاباسيتنس ولا مش هيعملوا؟ هيعملوا كاباسيتنس. هيعملوا كاباسيتنس، فالكاباسيتنس دي بتعتمد على الاريا بتاعت الكروس سكشن، الاريا بتاعت الجزء المشترك ما بينهم.
حضرتك بتحسب الاريا دي بكام تضربها في الرقم ده يديك الكاباسيتنس اللي هي البارلل بليت. طب الفرينجنج بيعتمد على الاريا ولا بيعتمد على البريمتر؟ البريمتر على البريمتر. عشان كده بتروح حاسب بقى البريمتر بتاع الشكل ده ماشي وتضربه في ده يديك الكاباسيتنس اللي جاي من الفرينجنج فيلد. اوكي يبقى انت بتبص على الجدول بتلاقي رقم ليه علاقه بالبارلل بليت ورقم ليه علاقه بالايه بالفرينجنج فيلدز. واحد بتضربه في الاريا عشان يديك الكاباسيتنس وواحد بتضربه في الايه في البريمتر عشان يديك الكاباسيتنس. طبعا تلاحظوا ايه ان كل ما بطلع لفوق كل ما الارقام بتقل. ليه؟ لان متر خمسة ماشي متر خمسة بعيد قوي عن البولي مقارنه بمتر أربعة مقارنه بمتر ثلاثة مقارنه بمتر اثنين وهكذا. فانت عندك ايه متر اثنين للبولي اكبر من متر ثلاثة للبولي اكبر من متر أربعة للبولي اكبر من متر خمسة للبولي. نفس الكلام كل ما بمشي في الاتجاه ده كل ما هنلاقي ان الارقام ايه بتزيد لان متر أربعة او متر خمسة سوري تحتي متر أربعة تحتي متر ثلاثة تحتي متر اثنين تحتي متر واحد فتلاقي الارقام كده ايه بتزيد. فكل ما انت ايه بتقرب متر لايرز قريبة من بعض كل ما هتلاقي الارقام ايه الارقام بتزيد. والارقام بنستخدمها ازاي زي ما اتفقنا البارالل بليت بنضربه في الايه في الاريا المشتركة والفرينجنج بنضربه في الكاباسيتنس في البريمتر بتاعت الاريا المشتركة. طيب ايه الفرق بين كلمة active وفيلد؟ اتفقنا في الاخر ان احنا اخر لاير عندنا هي الترانزستور اخر لاير عندنا هي الترانزستور. الترانزستور بيبقى معمول شكله عامل كده فده البولي سيليكون بتاع الترانزستور ده بيبقى بنسميه الايه الاكتيف اوكسايد. اكتيف اوكسايد ليه؟ لان هو استخدم في عمل اكتيف اليمنت اللي هو في عمل الترانزستور. لكن انت لو شفت الشكل بجد بتاع الترانزستور الترانزستور بعد ما بنخرج من الحته دي بيبقى في عندنا هنا اوكسايد تاني كبير كده وهنا بقى فيه اوكسايد تاني كبير كده اوكسايد تاني كبير فده بنسميه ايه بنسميه فيلد اوكسايد. فالفيلد اوكسايد ده بيبقى اوكسايد تخين قوي كبير. عشان كده لما تيجي تبص هنا هتلاقي ان الالومنيوم واحد مع الفيلد اوكسايد هتلاقي الكاباسيتنس صغيره ومع الاكتيف هتلاقي الكاباسيتنس ايه كبيره نتيجه ان الثيكنس بتاع الايه الثيكنس بتاع الاوكسايد هنا اكبر من الثيكنس بتاع الاوكسايد هنا. اوكي طيب ليه ما فيش بولي مع الاكتيف؟ ليه حط البولي مع الفيلد وما حطش البولي مع الاكتيف؟ لان البولي مع الاكتيف معناها ان في ترانزستور موجود. لما يكون عندك بولي سيليكون تحتيه اكتيف اوكسايد معناه ان تحتيه جيت اوكسايد معناه ان انت عملت ترانزستور اصلا. فبولي مع الاكتيف ده معناه ان في ترانزستور موجود معناه ان ده الكاباسيتنس اللي هو سي اوكسايد بتاعنا اللي هو ما بيعتبرش بارازيتك كاباستور ما ينفعش تستخدمه في التيبل ده. ده بيدخل جوه الموديل بتاع الترانزستور بتاعك مش الموديل بتاع البارازيتك وايرز اللي احنا بنتكلم فيه. فالتيبلز هدفها ان انت تقدر تحسب الكاباسيتنس عن طريق انك تشوف انت عندك متل كام تحتيه متل كام وتجيب الكاباسيتنس اكوردنج للاريا او للبريمتر زي ما انت شايفين. اما التيبل اللي تحت فده نفس الكلام بس لو انت عندك 2 متل لايرز جنب بعض بنفس اللاير يعني متل 3 مع متل 3 او متل 4 مع متل 4 اللي هو بيديك الانتر واير كاباسيتنس وده هيبقى الكاباسيتنس في الاتو فارات بير مايكرومتر لما يكون مينيمال سبيسد وايرز. لما يكون الوايرز قريبين قوي من بعض بالمينيمال بالمينيمم ديستنس بتضرب القيمه دي في اللينث المشترك ما بينهم يديك الايه يديك الكاباسيتنس بالاتو فارات. اسئله الجدول اللي تحت دوت للفرنج صح؟ لا ده الانتر واير كاباسيتنس. هي الانتر واير كاباسيتنس هي مين فرنج بس هي انتر واير كاباسيتنس عندك ميتال وجنبيه ميتال تاني من نفس الميتال لاير يعني. فده بنتكلم على الكاباسيتور اللي ما بين الاثنين دول. تمام فانت بتشوف المسافه اللي بيمشوها جنب بعض تضربها في الرقم ده. البولي هي اللاير اللي تحت اللي شايله الترانزستور كلها صح؟ البولي سيليكون هي اللاير اللي بتستخدم في عمل الجيت بتاع الترانزستورز. معظم التكنولوجيز بتستخدم بولي سيليكون للجيت بتاع الترانزستور يعني الترانزستور الميتال اوكسايد سيمي كوندكتور الميتال ده از اكشوالي بيتعمل ببولي سيليكون مش بيتعمل بميتال يعني. فدي اللاير اللي هي الجيت بتاع الترانزستور هو بيتعمل ببولي يعني عشان يكون بياكت زي الميتال صح؟ يعني هو البولي بياكت زي الميتال بس ليه بتتعمل بولي ده موضوع كبير مش هندخل فيه يعني. ماشي بس هو البولي سيليكون من الحاجات اللي بتاكت كانها
الكوندكتيفيتي بتاعت البولي سيليكون اعلى من السنجل كريستال سيليكون يعني. فبيشتغل بيقدر يشتغل كانه ميتال بس طبعا مش بنفس كفاءه الميتال يعني. فليه بنستخدم البولي سيليكون؟ ده ليه علاقه بالتصنيع يعني، فاحنا مش هندخل في تفاصيل النقطه دي. واللاير الاكتيف دي احنا قلنا الاكسيد اللي بيفصل بين الوايرز وبعضها. الاكتيف ده الاكسيد الرفيع اللي بيستخدم في الميتالز، بيستخدم في الترانزستور اللي بيفصل بين اللايرز بعضها، بيكون الفيلد اللي هو الكبير ده، ده الاكسيد التخين. شكرا. طيب احنا خلصنا الكاباسيتنس. بالنسبه للريزيستنس ده امرها سهل، فانتوا عارفين القانون القديم بتاعنا ان الريزيستنس بتساوي ريزيستيفيتي في اللينث على الاريا. وبما ان عندي الاريا بتاعتنا هي الهايت مضروب في الويدث، فانت عندك الهايت ده مش في ايدك ان انت تتحكم فيه اصلا، فغالبا الرو على الاتش دي بيبقى رقم تكنولوجي بارامتر، الريزستيفيتي بتاعت الالومنيوم او الكوبر مقسوم على الثيكنس بتاعه الواير بتاعك اللي هو انت ما تتحكمش فيه، وبالتالي بنشيل الاثنين دول مع بعض وبنحط مكانه حاجه اسمها ار شيت، شيت ريزيستنس. فانت عندك الشيت ريزيستنس اللي هي الريزيستنس بتاعه حاجه يكون ليها نفس ال والدبليو. طبعا ليه؟ لان لو ال بتساوي هي الدبليو، يبقى في الحاله دي الريزيستنس هتساوي الار الرو على الاتش. لو ال بتساوي الدبليو هيطيروا مع بعض وهيبقى عندك الرو اتش، فعشان كده بنسميها شيت ريزيستنس اللي هي الريزيستنس بتاعه المربع، وبنديها رمز مربع كده. ار شيت دي بنديها رمز ار مربع. ليه؟ لان المربع ده هيبقى ليه نفس الريزيستنس زي المربع ده، ليه نفس الريزيستنس زي اي مربع، طالما ليه نفس اللينث ونفس الويث يبقى هيكون ليه نفس الشيت ريزيستنس. فاحنا بما ان الشيت ريزيستنس ده تكنولوجي بارامتر، بنديك الشيت ريزيستنس بتاعك بكام، تضربه في ال على دبليو تقدر تجيب الايه الريزيستنس اللي انت شايفه. اوكي، اي سؤال هنا؟ تمام. نعم تمام. طيب ايوه اتفضل. ليه الواير بنعمله عريض كده؟ عشان الدايمنشنز بس، صح؟ يعني بنرسم الواير حاجه كبيره كده. هو ده كده صغير مش كبير، بس انت يعني احنا اتفقنا بقى، انت لازم هيكون ليه ويث مش كده، والويث ده فانكشن في المينيم دايمنشنز اللي تقدر ترسمها على السيليكون. فانت هيكون 10 نانومتر مثلا لو في تكنولوجيا 10 نانومتر، وبعد كده كل ما هتطلع لفوق هتضطر تكبره عشان تقلل الريزيستنس بتاعته. اوكي، لان هو لو مشي مسافات طويله وهو رفيع قوي كده هيبقى الريزيستنس بتاعته سيجنيفيكانت. اوكي، هنا بيديك شويه ماتيريالز والريزستيفيتي بتاعتها طبعا يعني كمعلومه يعني. فالكوبر زي ما انتم شايفين كده تقريبا نص الالومنيوم، وده اللي خلانا في المودرن تكنولوجيز نقلنا من الالومنيوم للكوبر رغم صعوبه تصنيع الكوبر انتركونكتس. الالومنيوم اسهل بكتير في التصنيع من الكوبر، بس معظم التكنولوجيز دلوقتي خلاص نقلت للكوبر. هنا بيوريك شويه ميتال لايرز في الشيت ريزيستنس بتاعت ديفرنت لايرز موجوده على نفس الويفر. يعني الالومنيوم زي ما انتم شايفين كده شيت ريزيستنس بتاعته 0.05 2.5 اوم بير سكوير، شيت ريزيستنس الوحده بتاعتها اوم بير سكوير. البولي سيليكون لو عملنا له حاجه اسمها سيليسيديشن عشان نقلل الريزيستنس بتاعته القيمه كده، البولي سيليكون العادي بيبقى 150 ل 200. فزي ما انتم شايفين كده البولي سيليكون اللي احنا بنقول ان هو بيشتغل ككوندكتور، لكن الريزيستنس بتاعته وحشه جدا مقارنه بالالومنيوم، وحتى لو بقى سيليسايدد برضه ستيل وحشه جدا. فالبولي سيليكون للاسف بنستخدمه عشان نعمل بيه الجيت، بس ما بنقدرش نستخدمه ان احنا نوصل بيه اي حاجه بالتانية، لان لو وصلنا بيه الريزيستنس بتاعته عاليه قوي مقارنه بالميتال يعني. وهنا الN بلس والبي بلس والكلام ده كله شويه ارقام كده جاست فور ايه فور يور نوليدج، بيبين لك ان قد ايه الميتال ده هو اصغر رقم موجود وهو الوحيد اللي نقدر نستخدمه علشان نقدر نوصل ترانزستورز ببعض، لان الارقام التانيين زي ما انتم شايفين ار فيري لارج اند سيجنيفيكانت. غالبا نقدر نستخدمهم ان احنا نعمل بيهم ريزيستور على السيليكون، مش ان احنا نعمل بيهم توصيله ما بين حاجه والتانيه. احنا بنستخدم البولي سيليكون عشان نعمل ما يعرف باسم البولي سيليكون ريزيستور، بنعمل الريزيستور على السيليكون باستخدام اللايرز دي. لكن لو عايز اعمل انتركونكت او عايز اوصل حاجه ببعض يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم استخدم الالومنيوم، ما استخدمش اي حاجه ثانيه، لازم استخدم الميتال يعني ان اوصل بيه الترانزستور ببعض، ما استخدمش اي حاجه ثانيه. دكتور ممكن سؤال؟ هو ال W وال L اللي هم ال dimensions بتاعت الوايرس دي بيبقى ليهم علاقه بال dimensions بتاعت المسفت نفسه؟ يعني بيبقى ليهم علاقه بال W وال L بتوعهم ولا لا؟ مش شرط، مش شرط. طيب طبعا ده شكل الانتركونكتس كده على ايه بشكل بمايكروسكوب يعني، هتلاقوا فيه ميتال لايرز ماشيه وبعد كده تطلع لميتال لاير تاني وتنزل.
عشان توصل حاجه بالثانيه وحاجه بالثالثه وهكذا. فزي ما انتم شايفين كده ان الطلعه دي بنسميها فيا او بنسميها كونتاكت، فالطلعه دي كمان بتزود في الريزيستنس ات هاز تو بي كونسيدرد يعني. فتيبيكال كونستنت ريزيستنس بيقول لك بتكون من حوالي 5 ل 20 اوم لو بتستخدم ميتال لايه للسيليكون، لو ميتال لميتال تاني بتكون 1 ل 5 اوم. فطبعا 1 و5 اوم او 25 اوم دي ارقام سيجنيفيكانت برضو، وده اللي بيخلينا برضو ان احنا بنحاول ان احنا نكتر عدد الكونتاكتس دي في كل توصيله على قد ما نقدر. المهم كل الكلام اللي فات ده كان هدفه ان انا ابين لكم قد ايه ان المشكله كبيره وقد ايه المشكله سيجنيفيكانت، وان في عندي ريزيستنس سيجنيفيكانت وفي عندي كاباسيتنس سيجنيفيكانت. هياثر علينا ازاي بقى في الكورس، هياثر علينا ازاي في الديجيتال ديزاين، مش في ايه في الكلام بتاعنا، هياثر علينا في الموديل بتاعنا، ان احنا الواير بتاعنا كنا بنعمل له موديلنج ازاي وهنعمل له موديلنج ازاي علشان نبدا نحسب الايه الديلي بتاع الجيتس بتاعتنا. فاحنا كنا زمان لغايه المحاضره اللي فاتت كنا بنستخدم الموديل بتاعنا كايديال واير، اللي هو ايه same voltage is present at every segment of the wire at every point in time. احنا كنا بنفترض ان الواير كله عليه نفس الفولت في كل لحظه وكلهم ايه equal potential، مفيش اي فرق خالص، وبالتالي كنا بنشيل الواير ده ونحط كانه نقطه، كانه مفيش اي parasitics ومفيش اي حاجه. طبعا الكلام ده ايه بيقول لك only holds for very short wires، لما يكون الواير صغير جدا هو ساعتها ده الايه الموديل اللي احنا كنا شغالين بيه زمان ده is ايه is possible يعني، لكن غير كده مش هينفع نستخدم الايه الايديال واير ده. خلاص، فاول موديل عندنا هو اللامبد سي. لامبد يعني ايه يا جماعه بالانجليزي؟ يعني لامب دي ترجمه ازاي؟ لامب، حد عارف ترجمه حرفيه لكلمه لامب؟ حاجه تقريبيه يعني كل كيعه. تمام، ممكن كل كيعه لطيفه. لامب معناها ان احنا اللامب بس، يعني ايه يعني كل كيعة؟ اللامب معناه ان احنا كلكعناها وجمعناهم كلهم في حاجه واحده. اوكي، فلامب كاباسيتنس معناه ان احنا هناخد كل الكاباسيتنس في كل الكاباسيتنس الموجوده عندي في الواير نحطها في سنجل بيج لارج كاباستور. اوكي، يبقى انا الواير بتاعي هعتبره ستيل سنجل نود، نقطه واحده برضو، مش هتبقى ايكوال بوتنشال، لسه كل الفولتج عليها متساوي، بس هاجي احط كاباستور كبير كده ايكويفالنت كاباسيتنس للواير بتاعي كله، لامب كاباستور. اوكي طيب، فهيبقى نفس الكلام لسه same voltage at every segment of the wire at every point in time equal potential. خلاص، يبقى لسه الواير نقطة واحدة، الفولتج في الأول زي الفولتج في الآخر، مش هنفرقهم عن بعض، وبالتالي بقى single A capacitor موجود اتحط على الأوتبوت بتاع الدرايفر بتاعي. يبقى الدرايفر بتاعي زمان كان شايف السيلف لودنج كاباسيتنس بتاعته وكان شايف الكاباسيتنس بتاعت اللود اللي جاي بعد كده، دلوقتي هنزود عليه كاباسيتور تالت اللي هو الواير كاباسيتنس بتاعنا الكبير اللامبد اللي هيتحط على الأوتبوت. فهنا في الحاله دي هيبقى ايه، the wire itself doesn't introduce any delay، طالما النقطه اللي في اول الواير هي الفولت بتاع النقطه اللي في اخر الواير، يبقى كده مفيش ديلي على الواير، ان الواير ذات نفسه ما بقاش بينتروديوس ديلي في الدايره بتاعتي، بس بقى بيعمل ايه، بقى بينتروديوس لودنج افكت، بقى بيحط كاباستور على الاوتبوت بتاع الدرايفر. يبقى انا كده عندي ايه، عندي الواير ما عملليش اكسترا ديلي، بس اللي حصل ان هو زود اللود على الانفرتر الاولاني، وبالتالي الانفرتر الاولاني الديلي بتاعه ايه هيزيد. طبعا البرفورمانس والباور كونسامشن هيتاثروا، برفورمانس يعني الديلي بتاعي هيزيد والباور كونسامشن بتاعي هيزيد، لان زي ما انتم فاكرين الاسبوع اللي فات قلنا الباور كونسامشن از دايركتلي بروبورشنال للكاباسيتنس، فبما ان الكاباسيتنس اللي شايفها الانفرتر زاد يبقى الباور كونسامشن بتاعه زاد والديلي بتاعه زاد، لكن اول ما السيجنال هتوصل للواير هتطلع الناحيه الثانيه ات ذا سيم تايم انستانتينيوسلي زيها زي اللي كان بيحصل قبل كده. تمام، فده بيقول لك ده الموديل اوف تشويس فور ذا اناليسيس اوف موست انتركونكت، ده غالبا ده اللي دايما بنستخدمه. When the resistive component is small and the switching frequency is low to medium، يعني ده هنستخدمه لما تكون الريزيستنس كومبوننت بتاعتنا صغيره، لان احنا اهملنا الريزيستنس زي ما انتم شايفين كده، و السويتشنج فريكوانسي بتاعتنا مش كبيره قوي. ماشي، good for short wires, pessimistic and inaccurate for long wires، يعني ده لو الواير بتاعك صغير فالريزيستنس بتاعته مهمله فممكن نستخدم الكلام ده، لو الواير بتاعنا كبير يبقى الريزيستنس بتاعتك مش صح وهيبقى بيسيمستيك. بيسيمستيك يعني ايه؟ يعني متشائم، يعني لو استخدمت الموديل ده هديك نتائج أسوأ من اللي في الحقيقه. ليه؟ هنبص كمان شويه، بس انا قصدي ايه، ان الموديل ده متشائم يعني بيديك نتائج أسوأ من الحقيقه لو استخدمت الموديل. فانا لما استخدم حاجه تديني نتائج أسوأ من الحقيقه، دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ انا كده معتبره worst case، حاجه وحشه. تمام،
تمام. فعشان كده احنا ايه بنقول ان ايه طالما الموديل ده بيديني نتائج اسوأ من الحقيقه وانا هقدر احقق السبيسيفيكيشنز بتاعتي بالنتائج دي، يبقى انا ان شاء الله في الحقيقه اكيد هحقق النتائج بتاعتي في الريل سيناريو. وبالتالي لما يكون الموديل بتاعي بيسيمستك وانا اقدر اشتغل عليه في الحاله دي هيبقى ايه، يبقى الدنيا كويسه. ليه؟ لان انا في الحاله دي قدرت اضمن ان انا في الحقيقه I'm going to work يعني. تمام. طيب اي سؤال في الموديل ده دكتور؟ هو ليه في الدياجرام في كذا كاباستور، ليه ما مش كاباستور واحد؟ هو قال لك ده كاباستنس بير يونت لينس يعني، فانت هتجمعهم كلهم في الاخر لسنجل كاباستور يعني. تمام اوكي، لان انت المفروض الكاباستنس بير يونت لينس تضربه في اللينث يديك الكاباستور بتاعك اللي هو اللامبت اللي هتحط ده. طيب اي سؤال تاني؟ دكتور هو ليه ما بي عند not introduce any delay؟ علشان هو ايكوي بوتنشال، فالفولتج اللي عليه هو هو الفولتج اللي في الاخر. ماشي، ده بعكس اللي هنشوفه بعد كده. يعني الموديل اللي بعده اسمه ايه؟ لامبت ار ان سي. لامبت ار ان سي يعني ايه بقى؟ يعني هعمل احسب الريزيستنس للواير كله واحطها سنجل لامبت ريزيستور، واحسب الكاباسيتنس بتاع الواير كله واحطها لامبت كاباسيتور في نهايه الواير. يبقى total wire resistance of each segment is lumped into a single R and total capacitance into a single C. يبقى عندي واحدة R وواحدة C تديني الايه اللي بيسميه ال model كده عشان شكل حرف ال. تمام. طبعا بيقول لك بقى is it accurate ان احنا نعمل الموضوع ده؟ فبيقول لك هنا the capacitance، في واقع الامر ان الكاباستور دي المفروض انها تبقى distributed جوه الريزيستور، يعني مش كل الريزيستور بتشوف كل الكاباستور، لان عندك resistance per unit length وcapacitance per unit length، وبالتالي انت كده رحت واخد كل الكاباسيتنس حطيتها بتشوف كل الريزيستنس، فجاب لك اكبر تايم كونستنت، اكبر ار واكبر سي ضربوا في بعض فبقى عندك تايم كونستنت كبير جدا. فطبعا هنا دلوقتي الواير بقى بينتروديوس ديلي، لان الفولت اللي موجود في الاول هنا غير الفولت في الاخر. ده انت شايف تايم كونستنت هنا بعلاقه الار والسي، فدلوقتي ده عكس الموديل اللي فات بقى ايه، غير ان انت عندك لودنج على الانفرتر اللي قبليك، ده انت كمان الواير ذات نفسه بقى بينتروديوس ايه، بقى انتروديوس ديلي نتيجه ان هو ذات نفسه بقى عباره عن ار سي فلتر، بقى ليه its own time constant، بقى ليه its own delay. More and above it is a very pessimistic model. ليه؟ لأن انت خليت كل ال R تشوف كل ال C، وبالذات it is a pessimistic and inaccurate for long A for long wires. ماشي يا شباب؟ وبالتالي هي models لطيفة وكل حاجة، بس مش هو ده الموديل اللي احنا نستخدمه. الموديل اللي احنا نستخدمه بقى اسمه ايه؟ اسمه ال Elmore delay model. هو ده الموديل اللي احنا نستخدمه. اي سؤال قبل ما ندخل في الالمور ديلي موديل؟ تمام. فالالمور ديلي موديل واضح كده بقى ان احنا ايه المشكله بتاعت البيسيميزم دي هي دي اللي احنا عايزين نتخلص منها يعني. فاحنا هنحاول ان احنا نعمل الموضوع ايه ديستريبيوتد اكتر ما هو لامبت. كلمه لامبت العكس بتاعها ديستريبيوتد، يعني هقسم الارز والسيز واستخدم الموديل بتاعي. طبعا الالمور ده اسم بني ادم يعني، فهنتكلم على الالمور ديلي موديل. الالمور ديلي موديل ده ان هو بيعمل ار سي نتورك ماشي، وبيجمع الفيرست اوردر تايم كونست. طبعا انتوا عارفين الشكل ده لو احنا كنا عايزين نعمل له ريل اناليسز في السيركتس، كانت بتاخد الاي السي دي سيريز مع الار دي، كلهم بارل مع سي، كلهم سيريز مع الار، فكان بيطلع لك ممكن يطلع لك سي سكويرد في المعادله بتاعتك، صح كده؟ مظبوط، كان هيطلع سي سكويرد. فاحنا مش هنعمل الكلام ده. هو الراجل بيقول لك ايه، بيجمع الفاين الفيرست اوردر ابروكسيميشن باستخدام الايه الدوميننت تايم كونست. يعني بيعمل ايه؟ بياخد السي دي يضربها في الار دي زائد الار دي، بعد كده ياخد السي دي يضربها في الار دي بس، بعد كده ياخد السي اللي بعديها يضربها في الار، يعني كل كاباستور بياخد له تاثير وبيضربه في مجموع الريزيستورز من اول النقطه الاولانيه لغايه الاخر خالص. فالالمور ديلي ديتيرمينز ذا فاليو اوف ذا دوميننت تايم كونستنت اند ذس از اونلي ا فيرست اوردر ابروكسيميشن. تاني يبقى الالمور ديلي ده مش اكيوريت، ات از ان ابروكسيميشن. وطبعا ابروكسيميشن ليه؟ لان احنا بنستخدم فيرست تايم ايه فيرست اوردر ابروكسيميشن بدل ما بنعمل ايه، بدل ما بنعمل ريل اناليسيز يعني. ات از سفيشنتلي اكوريت فور موست ابلكيشن. الراجل ده اكوريت لمعظم الابلكيشنز بتاعتنا زي ما هنشوف مع بعض. طيب تاني بتعمل ازاي؟ تاني انا بقول ان انا في عندي ليت سي، هو ايه المورديلي ده هيجي لنا تاني في المنهج تاني يعني لما ندخل في الكومبينيشنال لوجيك يعني. ماشي، انا هنا عندي الانبوت وعايز اشوف الاوتبوت هنا. اوكي طبعا الرسمه شكلها وحش قوي.
ادي ار وادي سي وادي ار وادي سي وادي ار وادي سي ماشي ار 1 ار 2 ار 3 سي 1 سي 2 سي 3 في انبوت في اوت. فبشوف في انبوت هتتغير كده في اوت هتتغير ازاي. فاحنا بنقول بقى ايه ان هو بيحسب تايم كونستانت جديد هيبقى فيه جزء جاي من سي 1 زائد جزء جاي من سي 2 زائد جزء جاي من سي 3 يبقى كل الكاباسيتورز اللي موجوده معايا هتدخل معايا في الايه هتدخل معايا في التايم كونستانت بتاعي. بس كل الكاباسيتور بقى بتشوف ريزيستنس قد ايه من الانبوت لغايه الايه لغايه الاوتبوت. فانت عندك سي 1 ده مش هيشوف غير ار 1 فبيتحط هنا ار 1 سي 2 بيشوف ار 1 وار 2 فهيتحط ار 1 بلس ار 2 سي 3 بيشوف ار 1 وار 2 وار 3 فهيتحط هنا ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3 اوكي. فهي دي فكره الايه فكره الالمور ديلي موديل ان انت بتعتبر ان كل كاباسيتور بيانتروديوس سام ديلي والديلي ده فانكشن فيه كل الريزيستنس اللي جايه لك من الاول الانبوت لغايه نقطه الكاباسيتور ده. فده اللي ايه الالمور ديلي بيعمله. اتفضل. هو مش السي سي 3 ده اللي شايف اطول باص فيهم؟ يس. طب ما خلاص اخد الديلي بتاعه يعني حسب بقى قيمه السي وقيمه الارات قد ايه يعني. ما اصلا لو استنيت اللي هو مثلا سي 3 ده اللي هو يفرغ فهيكون اصلا سي 2 كان فرغ اصلا. فايه طيب مش فاهم انت ما مش الفكره في كده. انت الفكره ان انت محتاج تشحن كل الكاباسيتور دول بالانفرتر اللي في الاول خالص فده كله بينتروديوس ديلي عليك. ايوه انا قصدي اخد اكبر ديلي فيهم. ما الديليز دي كلها موجوده ليه تاخد اكبر واحد فيهم؟ ليه كل ده بيأثر على الانفرتر اصلا في الاول؟ انت يعني هو المفروض هيشحن واحد واحد. ما انت لو خدت اكبر واحد ده شبيه شويه برضو باللامب موديل يعني اللي انت بتقوله ده ماشي. اللي انت بتقوله ده كده انت خدت كل الار وريتها اصغر سي. طب ما انت بقيت الارات وبقيت السيات مش دي مش ليهم تاثير على اللود بتاع الانفرتر بتاعك؟ اه طيب ماشي. طيب هندخل ازاي بقى؟ اتفضل. هو احنا بنقسمهم كده ازاي او بنختار عدد الاستيج دي بناء على ايه؟ هنشوف بقى. فهندخل الكلام ده في المعادلات بتاعتنا ازاي بقى؟ ده اللي هنعمله بقى. يبقى انا كده نرجع تاني ادي الانفرتر الاولاني وادي الانفرتر التاني وقلنا ده الكاباسيتنس بتاعته اسمها السي سيلف اللي هي كانت بالنسبه لنا في الاسبوع اللي فات كان بنسميها الانترنسيك كاباسيتنس اللي هي السيلف لودنج كاباسيتنس والسي ان دي اللي كانت بالنسبه لنا الاسبوع اللي فات كنا بنسميها اللود كاباسيتنس اللي هي اللود اللي جاي من الاكسترنال من اللود بتاعنا. وكان في النص الانتر كونكت اللي كنا مهملينه. دلوقتي الانتر كونكت انا بعمله موديل بالشكل ده. الشكل ده معناه ديستريبيوتد نتورك ليها سيرتن ريزيستنس بير يونت ويث وكاباسيتنس بير يونت ويث وال اللي هي الايه الطول بتاعها اوكي بحيث ان الكابيتال ار هتبقى الار دبليو في ال والكابيتال سي هتبقى الكابيتال سي دبليو في الايه في ال والار درايفر دي اللي هي كانت الار ان او الار بي بتاعه الاسبوع اللي فات برضه اللي احنا كنا بنحسب بيها التي بي اتش ال او التي بي ال اتش. فده الموديل الجديد بتاعنا. طيب هنيجي نفترض ان احنا هنقسمه لسيرتن سيكشنز. السيكشنز بطول معين ما احنا مش هنتكلم عليه دلوقتي ونبدا نعمل الايه الحسابات بتاعتنا. فاحنا بنقول ايه ان تاو دي دلوقتي اللي هي التايم كونستانت اللي هيجي من الدرايفر هيبقى عباره عن ايه؟ هنستخدم الالمور ديلي موديل بقى. يبقى السي سيلف هتتضرب في الار درايفر تمام. طيب سي سيلف هتتضرب في الار درايفر. طب سي 1 هتتضرب في ار 1 زائد ار درايفر. سي 2 هتتضرب في ار 1 زائد ار 2 زائد ار درايفر. سي 3 ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3 زائد ار درايفر. اخر سي ان سي ان بتاعتي هتبقى مجموع كل الارات زائد الار درايفر مضروب في السي ان. فده اللي موجود هنا. ايه هو بقى؟ summation على الكاباسيتورز من 1 ل n. لو انا افترضنا ان انا قسمناهم ل n كاباسيتور يبقى summation على الكاباسيتور من 1 ل n كل كاباسيتور فيهم مضروب في تجميع الريزيستورز r درايفر زائد r j وال j من 1 ل i حيث i هو الاندكس بتاع الكاباسيتور. يبقى سي 1 هتبقى r درايفر زائد r 1 سي 2 هتبقى r درايفر زائد r 1 زائد r 2 سي 3 هتبقى r درايفر زائد r 1 زائد r 3. يبقى ده كده summation اللي احنا ايه اللي احنا عملناه على الكاباسيتورز. اخر كاباسيتور عندنا اللي هو سي ان هيتضرب في ار درايفر زائد السميشن بتاع كل الارات سميشن من 1 ل ان الار اي. يبقى ده كده قانون الديلي بتاعي بغض النظر انا قسمت كام سيكشن او الكلام ده كله. ده القانون بتاعي.
طبعا دي بقى شويه سميشنز ممكن تتعمل. الار درايفر دي هتطلع بره كونستنت كومن فاكتور، يبقى عندي هنا سميشن بتاع سي اي اوكي. والسميشن ده هيطلع ماشي. هنا عندي ار درايفر ده سميشن الار اي في الار ام. طبعا السميشن بتاع الار اي ده هيتشال ويتحط مكانه الار دبليو. لما تجمع كل الارات هيطلع لك الار الكبيره، ولما تجمع كل السيهات هيطلع لك الايه الكاباستور الكبير. والسميشن بقى بتاع الار في الاي ده لما بتيجي تعملوه بقى ب اريثماتيك سيريز بيطلع نص الار دبليو في السي دبليو. ودي كانت اول حاجه عايزين نتكلم فيها لما كنا بنتكلم ان الراجل اللي فات از بيسيمستك. اللي فات كان بيسيمستك ليه؟ لان كان بياخد كل الار دبليو في كل السي دبليو، لكن واقع الامر ان لما عملنا الالمور ديلي موديل طلع الكلام ده نص الار دبليو في السي دبليو مش كل الار دبليو في السي دبليو. فالكونكلوجن بتاعنا ان بيبقى عندي الار درايفر مضروبه في السي سيلف زائد السي دبليو زائد نص الار واير في السي واير زائد الار درايفر زائد الار واير في السي انبوت. يبقى ده كده القانون الجديد بتاعي بتاع التايم كونستنت اللي هو تضربوه بقى في البوينت 6 9 يديك التي بي اتش ال او يديك التي بي ال اتش. تي بي اتش ال لو انت مستخدم الار ان، وتي بي ال اتش لو انت مستخدم الايه الار بي. بنعيد كتابه المعادله دي بشكل تاني بحيث ان يبقى عندي الجزء ده كده، جزء جاي لي من الجيت او جاي لي من الدرايفر وجزء جاي لي من الواير. الار درايفر هتضرب في السيلف لودنج كاباسيتنس زائد السي دبليو زائد السي ان ماشي، والار واير هتضرب في نص السي دبليو زائد السي ان. طبعا زي ما اتفقنا الار درايفر دي زي ما قلت لكم من شويه، الار درايفر دي اللي هي كانت الاسبوع اللي فات الار ان اور الار بي، والسي سيلف دي كانت الاسبوع اللي فات حاجه اسمها السي انترنسيك، والسي ان دي كنا مسمينها السي لود اللي هو اللود بتاعنا بتاع الراجل التاني، والسي دبليو والار دبليو دول بتوع الايه بتوع الجيت بتاعنا. طبعا لو انتوا هنا حطينا الار دبليو والسي دبليو بصفر هيطلع لنا القانون بتاع الاسبوع اللي فات. يعني لو حطينا الار دبليو بصفر والسي دبليو بصفر هيطلع لكم ار ان في السي انترنسيك زائد السي لود اللي هو قانون الاسبوع اللي فات اللي احنا كنا شغالين بيه الاسبوع اللي فات. تمام ماشي يا شباب ولا ايه؟ وانا بحسبها بالطريقه دي، يعني بضرب كل السي ريزيستنس اللي جت قبليها. ما هو ده الالمور ديلي موديل بقى، ان هو تجميع الايه الفيرست اوردر تايم كونستنت بتاعتك. انت بتجمع التاوز بتاعتك بتاعت كل كاباستور مع بعض، بتاخد كل كاباستور مضروب في السيجنيفيكانت ار بتاعك. واقع الامر المفروض ان زي ما اتفقنا الموضوع يكون فيه سكند اوردر وثيرد اوردر وفورث اوردر. انت عندك هنا انت كل كاباستور عقبال ما بتتشحن بياخد الار دي كلها، عشان كده هو بيجمع الفيرست اوردر تايم كونستنت. ده الالمور ديلي ابروكسيميشن. تمام. طب قصدك بايه ما تقول ريزيستنس شايف كاباستور؟ يعني سيريز مع كايند اوف سيريز مع مش سيريز قوي يعني، بس انت عشان تشحن الكاباستور بتشحنه عن طريق كارنت سورس وبعد كده بتشوف فيه ريزيستنس في السكه ولا لا، فهي دي الريزيستنس اللي بايه بيعدي عليها الكارنت اللي رايح للكاباستور. طبعا لو حطينا الار واير بيساوي صفر هيطلع لنا الموديل الثاني اللي هو كان لامبت سي، اللي هو كان ايه كان الكاباستور كانوا بنحط الكاباستور كبير وكان بيدخل معانا في الديلي بتاع الواير بس والباقي ده بيهمل يعني اوكي. فاحنا عندنا القانون ده is very general بيغطي الايديال واير لو حطينا الار دبليو سي دبليو بصفر، بيغطي اللامب موديل اللامب كاباستور موديل لو حطينا الار واير بيساوي صفر. مش هيعرف يغطي طبعا اللامب سي موديل لنتيجة ان ايه ان احنا هنا عاملين ديستريبيوشن للار والسي، فمش هينفع يكفر الار سي اللامب ار سي موديل يعني. تمام. طيب من حيث المبدا بقى المحاضره دي احنا بننزلش عليها شيت، لان انت ممكن اي مساله من اللي انت حليتها للسيموس انفرتر قبل كده ان انت ترجع تري كونسيدر انك تحلها تاني. بس هاجي اقول لكم ايه لو كان في بقى واير ما بين الانفرتر الاولاني واللود قيمته 5 فيمتو فراد و10 اوم، احسب لي الايه احسب لي الماكسيم فريكوانسي تاني، احسب لي الديلي تاني، احسب لي واتيفر يعني. فده اللي بيحصل يعني. يعني اللي بيحصل ان بتلاقي نفس المساله بتاعتك عادي خالص اللي انت كنت شغال فيها وحسبت فيها تي بي اتش ال والتي بي ال اتش وكده، وروح جاي مزود لك مطلوب في المساله ان في واير بقى موجود ما بين الانفرتر وما بين اللود قيمته 5 فيمتو فراد و10 اوم. عيد حل المساله تاني وانت واخد في اعتبارك الايه الانتر كونكتور. اوكي
فكل اللي هتعمله انك هتستخدم القانون ده عشان تحسب التي بي اتش ال والتي بي ال اتش جديده في وجود الواير. واضح يا شباب ولا في اسئله؟ دكتور وانا لما اجيب التاو اجيب منها التي بي اتش ال والحاجات دي ازاي؟ التاو بتضرب في 0.69. تمام ماشي تمام دكتور. ماشي، أي سؤال تاني؟ ماشي، أوكي، تعالوا نبص الكويز بتاعنا. دكتور، معلش هو السؤال يعني غريب شوية. هو احنا ان شاء الله المفروض في اخر الكورس ده نكون ايه الحاجات اللي يعني طلعنا بيها او الهدف بقى ان احنا الحاجات اللي كنا اتعلمناها وخلصناها ايه؟ مش احنا قايلين الكورس كونتنت في اول محاضره ولا ايه؟ ولا انت قصدك من اللي فات نطلع بايه ولا مش فاهم السؤال قوي يعني. لسه في يعني اللوجيك في ان احنا نقعد نحسب مثلا الديلي والباور كونسومشن والحاجات دي، هو ده الهدف بتاع الكورس ولا في حاجات تانية؟ هدفك انك تعرف الديفرنت فاميليز اللي احنا ندرسها، كسيموس فاميلي كاستاتيك فاميلي وديناميك فاميليز، الكلام ده هندرسه ماشي، وكل واحد احسن من التاني من حيث ايه؟ من حيث الباور ومن حيث الديلي ماشي. يعني انت المفروض انت لما تيجي تشتغل في السيركتس او تيجي تشتغل في الديجيتال بتبقى عارف ان بيبقى في عندك اوبشنز لديفرنت جيتس موجوده، سواء ستاتيك فاميلي او ديناميك فاميلي، سواء سيكوينشال او ستاتيك او ديناميك، او سواء كومبينيشن او سيكوينشال. المفروض ان انت تبقى عارف انت بتختار انهي فاميلي وليه. الاختيارك ما بين الفاميلي والتانيه ده بيعتمد على الباور وعلى الديلي تمام. عشان كده احنا مدين وقت كتير في سيموس انفرتر، نتيجه ان احنا بعد كده كل حاجه هنعملها ويز ريسبكت تو ذا ريفرنس انفرتر. انا عرفت الانفرتر وعرفت الديلي بتاعه ازاي وعرفت الباور بتاعه ازاي، فلما اجي ادخل مثلا في الناند جيت او في الاند جيت او في وات ايفر، ساعتها اقدر ايه؟ اقدر اشوف انهي واحده احسن واحده فيهم كانت مين وليه. تمام يا دكتور، شكرا. هو الواحد عايز اكسترا اكسرسايز يدور فين؟ عندك مرجعين بقى، عندك ربي وعندك ويست مليانين مسائل، وعندك مسائل يعني مسائل فيهم نعرف نحلها ولا هتلاقيها في عالم تاني؟ لا المفروض هتعرفوا تحلوها. تمام شكرا. الحاجه الثانيه بقى ان ده زي ما اتفقنا ده كورس is standard worldwide course، يعني ده مش كورس بيدرس عندنا احنا بس، يعني ده كورس في كل حته في الدنيا، موجود في كذا جامعه بره يعني لو انت عايز شايفين انتوا صح؟ في حد تاني لسه بيحاول يدخل؟ ايوه بس 57 واحد موجودين في المحاضرة. خلاص دخلت ماشي اوكي. Thank you.
طبعا كل ما الانتركونكت يطول كل ما الكاباسيتنس والريزيستنس بتاعته بتزيد. ما ينفعش ان الكاباسيتنس تقل ولا ان الايه ان الريزيستنس تقل يعني. كده اللي شفناه مع بعض لما كنا بنشوف التأثير على واير A و B، وقلنا ان لو الاثنين بيتحركوا عكس بعض في الحالة دي الكاباسيتنس هتضرب في 2 يعني. اوكي فيلد سولفر اتفقنا اللي بيحل ماكسويلز ايكويشن هو ده اكتر واحد دقه في انه يستميت الكاباسيتنس. لما يعني اتفقنا ان هو ان هو بيسيمستيك وبالتالي ايه مش احسن حاجه في الحل يعني، بس اوكي لو احنا قدرنا نظبط بيه الديزاين يبقى اكيد الديزاين هيكون شغال في الكونديشنز الاحلى. جميل، اخر سؤال. طبعا احنا هنا اتفقنا ان في عندنا بقى ديلي جاي من الوايرز نفسه، وديلي جاي من الايه من الدرايفر اللي هو الاكسترا كاباسيتنس اللودنج اللي جه عليه، فده الالمور ديلي بياخد في اعتباره الكلام ده بعكس ايه بعكس موديل الثاني. اي سؤال يا شباب في اي سؤال من في اي حاجه من الكويز ده؟ جميل. طيب مين اللي كسب بقى؟ تهيألي أنا يا دكتور.
انت كوبو ايه؟ ايوه هو كده. انت كولد وحش. ماشي، مش عارف ايه الاسماء الغريبه دي. ماشي، اسمك ايه معلش؟ ماهينور محمود. ماهينور محمود. اها. الاي دي 1900253. 253. ماشي شباب، شكرا. اي سؤال قبل ما نمشي؟ دكتور، هو الميد ترم هيجي لغايه فين بالظبط؟ لغايه محاضره النهارده اللي هو شيت واحد بس يعني. اوكي.